صباح الخير. أخبار فتاتيكا فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان فيك يا مصر. امبارح مصر كانت على موعد مع توقيع أضخم صفقة استثمارية في تاريخها، صفقة مشروع رأس الحكمة، صفقة عنوانها الخير لبلدنا وفي تفاصيلها رسالة للبناء والتعمير والتنمية. المشروع باختصار عبارة عن تأسيس شركة رأس الحكمة، شركة قابضة هتنشئ مجموعة كبيرة جدا من الفنادق والمشروعات الترفيهية، بالإضافة إلى منطقة للمال والأعمال ومطار دولي ومجموعة من المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية والصناعية. ده بيضمن استثمار أجنبي مباشر بتصل قيمته إلى 35 مليار دولار هيدخلوا مباشرة لخزينة الدولة المصرية على دفعتين. الدفعة الأولى هيتم سداد قيمة 15 مليار دولار والتانية 20 مليار دولار، هيكون الدولة المصرية ليها نصيب من أرباح المشروع بتصل إلى 35%. طيب، أكبر صفقة أو صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، صفقة هتحقق مستهدفات الدولة في التنمية، صفقة هتكون بداية لمجموعة من الصفقات الاستثمارية اللي بتشتغل عليها الدولة المصرية لزيادة موردها. بالتأكيد صفقة كبيرة هيكون لها مزايا قوية وكبيرة جدا، أبرزها على سبيل المثال هو توفير فرص عمل مثلا بالملايين للشباب، ده غير الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات، وكمان أهم حاجة هي جذب المستثمر الأجنبي. الحقيقة مشروع رأس الحكمة هيفتح مساحة جديدة للعمل المشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تطوير المنطقة ووضع هذه المنطقة المهمة جدا والجاذبة جدا على خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2052، خصوصا حضراتكم أن منطقة الساحل الشمالي تعتبر مقصد سياحي مهم جدا، مقصد هيكون قادر على اجتذاب السياحة الدولية بشكل كبير. ده المشروع اللي هيساهم في تنمية عقارية وإنشائية بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة. مشروع بيأكد على جدية الدولة المصرية في تمكين اقتصادها الخاص وحرصها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وده لأن المشروع هيتيح تدفقات استثمارية هتوصل ل 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي كاستثمارات، وده طبعا رقم كبير جدا، بالإضافة أن الصفقة دي هيكون لها استمرارية كمان في تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عشان دعم قطاعات الصناعة والزراعة، وبالتالي نقدر نكمل برنامج شامل لتحول الدولة نحو مفهوم الاقتصاد المتكامل. احنا نتكلم عن الموضوع ده بالتحديد في فقرة مفصلة وهنفهم أكتر عنه وعن هذه الصفقة، فتابعونا في خلال الحلقة النهاردة. مرة تانية بنرحب بيكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل يا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا باسانت، صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ودافي على شمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين. كما تضمن الاتصال أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار. ناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وتم التأكيد أيضا على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل. امبارح كمان أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة هيتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين ب 35 مليار دولار، وأنه الرقم الأضخم في تاريخ الدولة المصرية. دكتور مصطفى مدبولي كمان قال خلال كلمته امبارح في المؤتمر الصحفي ان الصفقه ستتضمن شقين، شق جزء مالي وجزء حصه من ارباح المشروع. بالنسبه للدفعه الاولى اللي هي ال10 او ال15 مليار، ستكون مقسمه الى 10 مليار دولار تاتي سيوله من الخارج مباشره، بالاضافه الى تنازل دوله الامارات او الحكومه الشركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودائع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. احنا عندنا ودائع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فهنستخدم في الدفعة الأولى 5 منهم هيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى، بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل 11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا، هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. من الوارد ان حضراتكم تسألوا طب ال 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم، دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر، فبالتالي يبقى معنى كده ان المبلغ ده كله هينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها. يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار هيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم ان شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحناه بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية ليها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر، لكن هناك شق مهم جدا آخر، إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه. معناها إن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فوراً ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخلوا الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. وأنا بقولها وبأكدها، من النادر أن نلاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل، وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود للقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع.
بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية هتظل طوال مدة المشروع بتدخل. الأهم عشان ده يمكن دايما هيبقى لسان حال الناس، طب إحنا طب بالإضافة لكل ده وفهمنا إن الفلوس دي هتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية إن شاء الله وتساعد في حل الأزمة، طب إيه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها إن كل الاستثمارات اللي هتضخ هتتحول للجنيه المصري، ومين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر، المصانع المصرية اللي هتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع، وأيضاً تشغيله بعد ما هيبدأ إن هو يتنمى. كمان أكد رئيس الوزراء أن صفقة رأس الحكمة هي شراكة وليست بيع أصول، وتأسيس شركة رأس الحكمة هتكون عبارة عن شركة قابضة للمشروع فيها فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. كلما طرح أمر مرتبط بصفقة أو باستثمار، كلما طرح معه مباشرة مفردة أو تعبير بيع الأصول، هل من إيضاح حول هذه النقطة؟ الحقيقة موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول اللي موجودة في أي دولة ده شيء مهم جدا، وأعتقد كل دول العالم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط يعني بيقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اكتزاب الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار الأجنبي المباشر بيجي في صورة إن هو بيشتري أصل ويبدأ ينميه ويطوره بما يعود على العائد للجهتين، أو بيدخل على مشروع زي اللي احنا موجودين فيه ويعمل تنمية متكاملة، وبالتالي يعني نجاح الاقتصاديات العالمية كلها بيقاس بقدرتها على اكتزاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالتالي إن احنا بندخل، ويمكن ده الشيء المهم جدا اللي عايز أكد عليه، احنا منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي يمكن كنا دائما يعني بيثار مدى جدية الدولة في تنفيذها على الأرض، هذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، كيف إن احنا نعظم من شراكة القطاع الخاص ونزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة علشان نوفر عملة صعبة للدولة المصرية عشان تحل بيها الفجوة اللي موجودة عندنا ما بين الإيرادات والمصروفات. وأعتقد مثل هذه النوعية من المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع. الدولة المصرية يعني ليس لدينا الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية إنها تكفي هذه الدولة، ولكن النجاح إن نترجم الأصول اللي موجودة عندنا إزاي إن احنا نعظم من الاستثمارات بتاعتنا. هنا هذا المشروع المهم جدا هو مش بيع أصول، احنا شراكة، ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. احنا شراكة بناخد مبلغ في الأول وموجودين مع المطور والمنمي لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح، فأعتقد هذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها. كمان دكتور مصطفى مدبولي قال على هامش المؤتمر الصحفي للصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر بيخلق ملايين من فرص العمل. المستثمر له الحق في أن يطرق باب الاستثمار في دولة ما كي يجني أعلى معدل ربح، وهذا ربما يبدو أمرا منطقيا للغاية، لكن ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط الذي لديه جملة من الاهتمامات التي تقريبا قد لا تتغير؟ أي مغنم سيعود على المواطن العادي من وراء هذه الصفقة؟ يمكن أعتقد أننا أجبت على هذا الموضوع، ولكن خليني أوضحه مرة أخرى. هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي هيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة، وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ إن من خلال البنك المركزي والحكومة إن إحنا نقدر إن إحنا نحقق عملية الاستقرار النقدي، وبالتالي نقدر إن إحنا نكبح كباح التضخم ونقدر ان احنا نوقفه، ونقدر النهارده مع خلال الخطه اللي بنعملها كاصلاحات هيكليه في الدوله ان احنا نستهدف فعلا ان احنا نقضي على التضخم الموجود بصوره كبيره جدا. الحفاظ على مستوى الاسعار. نعم. الحفاظ على مستوى طبعا الأسعار. طبعا، والاهم ان احنا نقضي على وجود سعرين للعمله في السوق المصري. هذه الخطوه الكبيره من شانها انها تساعد على هذا الموضوع. الجزء الاخر واللي احنا بنتكلم عليه، هذا المشروع بحجم الاستثمارات اللي هتبقى موجودة احنا بنتكلم على خلق ملايين من فرص العمل. مصر كل سنة
بتحتاج أكتر من مليون فرصة عمل جديدة. إحنا محتاجين مثل هذه النوعية من المشروعات إنها تتكرر في أكتر من مكان، لأن فعلاً مصر محتاجة هذا الحجم. فإن إحنا بنقول إن مشروع زي ده بيحقق ملايين من فرص العمل، بالتأكيد هذا جزء آخر. بالإضافة اللي إحنا بنقول إن مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية، وإن إحنا بنتكلم بقى إن إحنا حلم إن إحنا نصل إلى 40 و50 مليون سايح، ويبقى بنضمن إن السياحة دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية، هيتحقق بالفعل مثل هذه النوعية من المشروعات. طيب بعد ما شفنا كلمة رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة، خلونا دلوقتي نروح لجولة في المحافظات المصرية، واللي شهدت تخصيص 5 مراكز لتدريب الشباب على الحرف اليدوية بكفر الشيخ لتشجيع المشروعات الانتاجية ده للنهوض بمستوى المعيشة. كمان مطار مرسى علم هيستقبل 120 رحلة طيران هتقل آلاف السائحين. في محافظة شمال سيناء هيتم افتتاح معرض أهل رمضان في الشيخ زويد بتخفيضات تصل ل 25%. كمان في قافلة طبية في محافظة المنوفية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ أكدت تخصيص 5 مراكز تكوين مهني لتشجيع المشروعات الإنتاجية للنهوض بمستوى المعيشة وتطوير العمل بمراكز التكوين المهني بالمحافظة لزيادة الإنتاج، حيث يوجد على مستوى محافظة كفر الشيخ مراكز في سيدي سالم وفوة وكفر الشيخ والحمول وبيلة بهدف تدريب الشباب على الحرف اليدوية. اليوم بيستقبل مطار مرسى علم الدولي نحو 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية على متن 120 رحلة طيران على مدار الأسبوع الجاري. الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء أعلنت افتتاح فرع جديد لمعرض أهلاً رمضان في منطقة وسط الشيخ زويد، وتم توفير جميع أنواع السلع الغذائية اللي بتشمل البقوليات والزيوت والسمن وغيرها، وده بتخفيضات تصل لأكثر من 25%. كما أكدت مديرية التموين بشمال سيناء فتح فرع آخر بنفس التخفيضات في مدينة الشيخ زويد لرفع مشقة السفر للعريش لشراء احتياجات الشهر الكريم. محافظة المنوفية أعلنت أنه جرى الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2620 حالة من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وده من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية اللي انطلقت بمقر الوحدة الصحية في القرية الفرعونية بمركز مدينة أشمون، وأسفرت عن تحويل 181 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، وعمل نظارات طبية بالمجان ل 310 حالة. محافظة أسيوط أعلنت أنه تم رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بامتداد شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وده عقب التأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع طبقة الأسفلت النهائية لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية، فضلاً عن تركيب البولدرات ووضع الانترلوك للأرصفة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف قررت قطع المياه عن قرية قلها التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف اليوم السبت لمدة 13 ساعة، وده بسبب توقف محطة مياه قلها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات، وده من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً من اليوم نفسه لمدة 13 ساعة. أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر شهدت خروج رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية تماماً وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي، وحلقت 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم. نظمت مديرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية سيدي ديمين بأبو المطامير، وتم خلالها الكشف على 1575 مواطن مجاناً من خلال وجود 9 عيادات طبية. هنروح لفاصل سريع ومن بعده نرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ودافي على جنوب الصعيد.
بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وطمنينا عن حاله الطقس، خصوصا ان الايام اللي فاتت كان الجو بالنهار دافي، النهارده مائل للبروده. هو بالفعل يمكن احنا اليوم هنلاحظ وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجز جزء من اشعه الشمس، فبالتالي ده هيساعد ان احنا نحس بالاجواء ما بين المائله للبروده للمائله للدفء خلال فتره النهار. الايام الماضيه يمكن غير امس كان في طبعا زياده لفترات سطوع اشعه الشمس وحسينا بالدفء، قيم درجات الحراره كمان كانت اعلى من المعدلات. اليوم ايضا متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 22 درجه مئويه خلال فتره النهار، ومع وجود طبعا السحب ده اللي هيخلينا نحس به الاجواء المائله للبروده خاصه في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى. اجواء مائله للدفء على محافظات شمال الصعيد، من دافيه المائله للحراره على المحافظات الجنوبيه اللي هي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون خلال فتره النهار مع وجود بعض اشعه الشمس. لكن فترات الليل مع غياب الكامل اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده هيكون ملموس اكثر في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، خاصه كمان ان اليوم هيكون في نشاط للرياح على مدار اليوم. وجود نشاط للرياح في اغلب المحافظات وخاصه في المحافظات الشماليه يساعد ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل، فده يخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره اذا كان فتره النهار او كمان فترات الليل، ففترات الليل هتكون اجواءها شديده البروده على اغلب الانحاء وخاصه في المدن الجديده الاماكن المفتوحه الاماكن اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. طيب نشاط الرياح ده محمل برمال واتربه؟ اليوم غير محمل بأي أتربة ورمال مصارة، فقط نشاط رياح هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، مش هيأثر كمان على حركة الملاحة البحرية لأنها هتظل معاها حركة الملاحة البحرية معتدلة، والبحرين هيكونوا مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية. لنوه كمان ان في فرص لسقوط الامطار اليوم، يمكن هي بدات بالفعل في بعض المحافظات، اليوم متوقع امطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، محافظات شمال الوجه البحري، تمتد الأمطار خفيفة لبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مدن القناة، بعض الأماكن كمان من القاهرة الكبرى فيها فرص سقوط الأمطار الخفيفة، ومناطق من جنوب البلاد، أيضا بعض المناطق من جنوب البلاد فيها فرص أمطار خفيفة. بعض المناطق من سيناء هيكون عليها فرص سقوط امطار، فاغلب محافظات الجمهوريه اليوم هيكون عليها امطار لكن هتكون مختلفه الشده من محافظه للثانيه، في مجملها ان شاء الله غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا، اذا كان اليوم خلال الايام اللي جايه كمان فتره الصباح الباكر، يعني اليوم الشبوره المائيه موجوده على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، وسرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. بكره ان شاء الله متوقع ان الشبوره المائيه ممكن تكون كثيفه، يعني تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه على الطرق بالظبط، فلازم هنخلي بالنا من الشبوره المائيه. يمكن اليوم بتقيم درجات الحراره تعتبر حول او اعلى من المعدلات، احنا متوقعين خلال الايام اللي جايه يكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، مزيد من الاحساس بالدفء اكثر. يمكن ذروه الارتفاعات هتكون يوم الاثنين اللي جاي، عظمى على القاهره الكبرى توصل ل 24 درجه مئويه، فالطقس هيكون دافي بشكل كبير. فهنا هناكد على كل الساده المواطنين بلاش نخفف الملابس لان فترات الليل لسه موجود فيها البروده بشكل كبير، وخاصه فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر الايام اللي هيكون فيها نشاط للرياح هتحسسي بالبروده اكتر. فيعني ما نخففش الملابس، نستمر في ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، ومهم كمان القياده تكون بهدوء تام مع وجود الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر وبحذر شديد، ونتابع طبعا النشرات الجويه السريه.
بشكرك في النهايه. شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22 12، اسكندريه 21 12، العلمين الجديده 21 11، مطروح 20 10، ودمياط 20 14، بورسعيد 20 14، اسماعيليه 22 11، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 12، العريش 21 9، كاترين 19 4، وطابة 23 12، حلايب 27 16، شلاتين 30 17، شرم الشيخ 27 17، الغردقة 27 15. هنروح للفيوم اللي العظمى فيها 24 والصغرى 9، بني سويف 24 9، الوادي الجديد 28 10، وأسيوط 25 9، سوهاج 26 11، قنا 27 13، الأقصر 29 14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وعلى طول هنروح لباسانت ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع حضراتكم نتابع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة، واللي هنستعرضها مع حضراتكم في هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عروض الشركات المقدمة في الممارسة رقم 11 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد. تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، وبتوفر الوزارة زيت الطعام والعديد من السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 5 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أهمها مباراة بيراميدز مع مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 3 عصراً، وفي تمام الساعة 6 مساءً مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع شباب لوزداد الجزائري. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، من أهمها مانشستر يونايتد مع فولهام في تمام الساعة 5 عصراً، وفي تمام الساعة 7:30 مساء مباراة بيرنموث مع مانشستر سيتي، وفي الساعة 10 ليلا مباراة قمة الجولة اللي هتجمع أرسنال مع نيوكاسل يونايتد. النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود الجندي، صاحب البصمة الفنية المتميزة واللي أضافت كتير للسينما المصرية والدراما وكمان المسرح المصري. أشهر أفلامه كانت التوت والنبوت، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، شفيقة متولي، حطات كتيرة جدا في حياة النجم الكبير محمود الجندي. خلونا نستعرضها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي، حيث ولد في 24 من فبراير عام 1945، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وبدأ عشقه للفن عندما كان تلميذاً بمدرسة أبو المطامير الابتدائية، وكون فريق المسرح المدرسي ثم مدارس الأحد بالمدينة. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله عليك، إن شاء الله عليك حكاً. الله يكرمك وبارك فيك. كان الفنان محمود الجندي أحد أبطال تحرير سيناء في أكتوبر عام 1973، وخدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وكان حينها مقاتلاً وتم تكريمه عدة مرات، وتزوج من الفنانة عبلة كامل بعد أن جمعهما فيلم الطوفان، لكن انفصلا بعد عامين. تزوج أيضاً من ضحى حسن وأنجب منها 3 بنات وولد، هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت مصرعها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، كما تزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة هيام، وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل. آمان يا جدع ما تاخد المرتجع، ولا السكاكية ولا اللي تتسوق في السوق بالرسمال، تخش بيت العمارة يا جدع، تاخد بمالك جمال وتعيش كريم يا جدع.
شارك محمود الجندي في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه واحد من الناس، خارج عن القانون، وعلى جنب ياسطى، والتوت والنبوت. بدأ محمود الجندي التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات بعد حرب أكتوبر، لكن في عام 1979 كانت بداية نجوميته عندما شارك في مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس. ومن بعدها شارك في مسلسل دموع في عيون وقحة مع الفنان عادل إمام، وبعدها ظهر بقوة في مسلسل الشهد والدموع الذي مثل فيه دوري الأب والابن، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأصدر ألبوماً غنائياً باسم فنان فقير في عام 1990. أنا عايز أمشي جنب الحيط وجوه الحيط لو أقدر. ربنا يستر. إن شاء الله. إن شاء الله. إنما أنت إن شاء الله بإذن الله يعني قاعد معانا هنا إن شاء الله. أنا مش قصدي حاجة طبعاً. والله إذا أنت تولع تنور تنورنا والله. يا مرحب يا مرحب. أبرز مسلسلات الفنان الراحل محمود الجندي عائلة الأستاذ شلش مع الفنان صلاح ذو الفقار، وضمير أبلة حكمة مع الفنانة فاتن حمامة، والعودة الأخيرة مع الفنان صلاح ذو الفقار. ومن أبرز أعماله المسرحية عنترة، مولود الملك معروف، شكسبير في العتبة، إنها حقاً عائلة محترمة، والرعب اللذيذ. توفي الفنان محمود الجندي يوم الخميس 11 من إبريل عام 2019 عن عمر ناهز 74 عاماً نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى. كان فنان متعدد المواهب محمود الجندي في السينما والمسرح والتلفزيون، والتقرير بيقول لنا كمان انه صوته كان جميل جدا، نفتكر المواويل الجميله اللي كان بيغنيها في مسلسلات وافلام كتيره، ونزل البوم غنائي بسنت سنه 1990 هو البوم فنان فقير. ربنا يرحم طبعا الفنان الكبير اللي احنا بنستعيد ذكراه النهارده محمود الجندي. نروح مع حضراتكم للجنوب للصعيد، وتحديدا لمحافظة الأقصر، بحضور عدد كبير جدا من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة. مدينة الأقصر بتستعد لاحتفالات مولد أبو الحجاج الأقصري، واللي بيتم الاحتفال به في مسجده في الساحة الشهيرة في قلب معبد الأقصر. كمان تم تنظيم الفعاليات المختلفة من الذكر والمديح والزيارات جوه ضريح سيدي أبو الحجاج الأقصري، وانتشار كبير قوي للأهالي بمحيط منطقة المسجد وساحة أبو الحجاج، واللي بتناسب طبعا ليلة النصف من شعبان من كل عام، بيحضرها كمان آلاف من الزوار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ بسنت والاستاذ محمد. صباح النور يا فندم. يعني ست اللواء عايزين حضرتك تشرح لنا كده الاجواء عامله ازاي على مدار الايام اللي فاتت، وسط اجواء طبعا احتفالات مولد سيدي الحجاج الاقصري، يعني احكي لنا اكتر عن الموضوع ده. تمام يا فندم. احنا في البدايه بنحب نصبح على اهالينا في محافظه الاقصر، وبنقدم لهم التهنئه بمناسبه الاحتفال بمولد سيدي العارف بالله ابو الحجاج الاقصري. احنا في كل عام في شهر شعبان بيتم الاحتفال بمولد سيدي ابو الحجاج الاقصري، وكان طبعا توجيهات سياده المحافظ المستشار مصطفى قالها جميع الاجهزه التنفيذيه بالاستعداد للاحتفال. وفي سبيل ذلك احنا نسالنا مع مديريه الامن عشان يتم الاحتفال بشيء من اليسر والهدوء وامان المواطنين، وبنفتح محاور جديده للتيسير على الناس. ونسالنا مع العائله الحجاجيه على مدار الاحتفال والبرنامج. احنا من مظاهر الاحتفال، من المعلوم للجميع ان مقام وساحه سيدي ابو الحجاج بتعتبر من اهم معالم محافظه الاقصر، وبيقصدوا من جميع انحاء الجمهوريه اعداد غفيره وكثير جدا من المريدين والمحبين. بيتم الاحتفال عباره عن 7 ايام، اخرهم بتبقى الليله الكبيره وكانت امبارح. ومن المظاهر ديت بتضمن الاحتفال خطب دينيه وقراءه القران والمديح وفرق الانشاد الديني والتواشيح، وبيتم توزيع الحلوى والمأكولات والمشروبات على الزوار. وحضروا امبارح معانا علماء ومشايخ الازهر الشريف ووزاره الاوقاف ووزاره القران الكريم ورجال الدين المسيحي والاجهزه التنفيذيه والشعبيه بالمدينه. جميل. ولو احنا اتكلمنا على نشاه سيدي ابو الحجاج، احنا سيدي ابو الحجاج ولد في العراق سنه 1150 ميلاديه في شهر شعبان، وتوفى عمره 94 سنه، وفاته سنه 1244 ميلاديا، واستوطن في محافظه الاقصر، واشتهر عنه الزهد والعلم والتدين.
وبانتهى نسبه الى الامام الحسين رضي الله عنه ابن الامام علي بن مغرب رضي الله عنه. جميل. وله من اولاد عدد 4 اولاد، والعادات والتقاليد ديت تم تورثها الاجيال بالعادات وتقاليد من في العائله الحجاجيه، وكل اهل الاقصر بيستنوا الاحتفال ده، وخدت امبارح اعداد غفيره جدا جدا جدا. امبارح يا سياده اللي هو زي ما حضرتك ذكرت هي الليله الكبيره لابو الحجاج الاقصري على مدار 7 ايام، طبعا مديح وابتهالات وذكر وانشاد، وطبعا عشاق ومريدين ومحبي ابو الحجاج الاقصري اعدادهم كبيره جدا من كل محافظات مصر. عايز اسال حضرتك وحضرتك رئيس مدينه الاقصر، هذا الحدث الديني او المهم جدا اللي بتحتضنه الاقصر كل سنه، واللي هو محطوط نقدر نقول على خريطه السياحه في الاقصر، ازاي ممكن نستثمره وازاي ممكن يبقى فيه اعداد اكتر يعني موجوده لحضور مولد ابو الحجاج الاقصري؟ احنا بالفعل زياره سيدي ابو الحجاج والساحه الاقصريه وساحه سيدي ابو الحجاج الاقصري بتتحط على جميع البرامج السياحيه. صحيح. واحنا هنا في المحافظه اهتمينا اهتمام كبير جدا بالساحه، سياده المحافظ من يوم ما جه وكانت الساحه ديت كانت معموله بطريقه عشوائيه، رفع كفائتها رفعه كبيره جدا، اهتمينا بالاناره وبالمساحات الخضراء واماكن انتظار للناس، بحيث ان المريدين والناس اللي بتيجي لزياره ومحبي السيد ابو الحجاج تلاقي في اماكن انتظار بتقعد عليها. جميل. وديت خلقت جو كبير جدا، وبدات الاعداد تكتر وتكتر فتاثر. مش كده وبس، احنا فتحنا محاور وطرق جديده بتؤدي الى الساحه، فبالتالي بقى في يسر وبقى في اماكن انتظار للسيارات واماكن انتظار للمشاة، وبقى في رواج للمنطقه كلها بالكامل. واحنا بالفعل زيارة سيدي ابو الحجاج بتعتبر على جميع البرامج السياحية اللي بتبقى موجودة، في اذا كانت في وفود او اذا كانت بتبقى في اي برامج سياحية بتبقى جاية تقصد سيدي ابو الحجاج. طب يعني عايزين حضرتك تقول لنا مين المشاهير اللي بيحضروا فعاليات المولد؟ الفنانين؟ مشاهير يعني فنانين، لاعبين، اي حاجه يعني، مين المشاهير اللي بيحضروا الفعاليات؟ احنا امبارح كان عدد كبير جدا من رجال الدين وخاصه رجال الدين الاسلامي، وكان كان موجود علماء ومشايخ من الازهر الشريف ووزاره الاوقاف، كانوا ومشايخ الطرق الصوفيه، قالوا كلهم كانوا موجودين، وتم الاحتفال، كان الاحتفال كان عظيم جدا جدا، تواشيح وقراءه قران، والنهارده هتبقى في ختمه القران الكريم في المسجد جوه بقى ان شاء الله قدام الضريح، بيتم ختمه القران الكريم، كل المشايخ بيكونوا موجودين، وكل بيبقى معاه المصحف بتاعه، بتبقى يعني بتبقى ليله ممتازه وليله جميله يعني. وبيبقى فيها طبعا اجواء من البهجه الجميله جدا لابنائنا واهلنا في الاقصر والمحافظات المجاوره، احنا بنتكلم حتى في قنا مولد عبد الرحيم القنائي، او يعني في اكتر من مكان دايما بتبقى في حاله روحانيه جميله جدا في الموالد بتنعكس على طبيعه الناس واللي بيشاركوا فيها. يا فندم الاعداد كانت غفير جدا، ده في حاجه بتتعمل كمان اسمها الاكله الشهيره اسمها كباب ابو الحجاج، دي حاجه متوارثه من 700 سنه. طبعا بيبقى عباره عن خليط كده من القمح وبعض القليل من اللحوم، بتعمل زي الكبيبه وبتتوزع على كل البيوت في مدينه الاقصر، بتبقى فاتحه بيوتها للناس بحيث ان الناس تطعم الطعام، وبيوزعوا الحلوى وبيوزعوا الشوكولاتات وبيوزعوا الكبيبه ديت اللي هي اللي اسمها كباب ابو الحجاج على الناس كلها وعلى الموردين كلهم. جميل جدا، بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي سياده اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر، وحدث مهم جدا مولد او الليله الكبيره امبارح لسيدي ابو الحجاج الاقصري بمدينه الاقصر. يعني حقيقي خلينا كمان نروح لموضوع تاني يا محمد، وعارف لما بيجي لنا كده ساعات ادوار برد بيبقى فيه صوتنا بيتغير. صحيح. بيقول لك ساعات انه في بحه في الصوت، يعني بحه الصوت دي بتحصل لما جوده صوتك بتبدا ان هي تتغير، يعني صوتك بيبقى مش هو، في حاجه غلط، بيحصل له خشونه يمكن او كتمان، ممكن كمان تحصل له او بحه الصوت دي لاسباب مختلفه تانية، اي سبب بقى يعني صوتك راح فجاه، في حاجات كده بتحصل احنا مش عارفين. صحيح. بتبقى جايه منين او اسبابها ايه.
هنا بقى بيبقى في اسئله عندنا. صحيح. اسئله كثيره كمان لكل الناس بسنتوا، وكمان احنا كمذيعين ساعات بنتعرض للموضوع ده، صوتنا شويه بيتغير، بيحصل بحه للصوت. عايزين نعرف اكتر زي ما بسنت قالت، ايه الاسباب المرتبطه؟ هل هي مرتبطه بادوار برد او انفلونزا او اسباب اخرى؟ اسئله هنجاوب معاها دلوقتي مع دكتور محمد حسني مدير معهد السمع والكلام السابق اللي معانا على الهوا. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيكوا. اهلا بيك يا فندم. حابين في البدايه نعرف هل في تفسير كده علمي، يعني كلمه بحه الصوت اللي بنسمعها دايما، صوتك فيه بحه شويه او غيره، ايه تفسيرها العلمي او المنطقي؟ شوف، هو الاول تعريف البحه هو تغير في الصوت، يعني طبيعه الصوت. اوكي تمام. فهو الفكره في الموضوع ان في طبعا درجات لتغيير الصوت، طبيعه الصوت، في انواع لتغيير الصوت، لكن هو تعريف البحه هو تغير في طبيعه الصوت. ليه اسباب كثيره طبعا، يعني حسب درجه السبب. يعني احنا عندنا مثلا حاليا دور الانفلونزا المنتشر اللي موجود ده بغير في الصوت، فبيعمل تغيرات في الصوت نتيجه التهاب في الاحبال الصوتيه. طب مع حضرتك، طب امتى اقول انا يعني لازم استشير الطبيب او احس ان البحه دي مش طبيعيه؟ شوف، هو البحه عموما المفروض نستشير الطبيب. ولكن امتى لما يبقى في معاها علامات ثانيه خطر. يعني خلينا الاول لو عايزين نتكلم نقول مثلا الاسباب المشهوره او البسيطه للبحه، نقول ان في بحه لمده يومين او ثلاثه نتيجه التهاب فيروسي زي دور الانفلونزا المنتشر دلوقتي او غيره، ده ما بيقلقناش. انما امتى نقلق؟ لو البحه معاها حاجات ثانيه. امتى نقلق اكتر؟ لو البحه مثلا كانت عند مدخن، يعني انا مدخن وابتدى يبقى في بحه. اوكي، امتى نقلق اكتر؟ لو البحه طولت، يعني ما استجابتش بعد فتره بسيطه من العلاج، نبتدي برضه نقلق. لكن بقول ان في جميع الاحوال البحه لو في فيروس انفلونزا او كده اوكي، لو ما فيش لا روح للطبيب يعني. طب عارف يا دكتور، في ساعات كده يقول لك ايه، انا امبارح كنت بزعق او كنت بتكلم بصوت عالي قوي وصوتي راح. هل الناس اللي بيحصل معها كده دي ممكن يعني تقلق انه ده حصل، ولا بيبقى اجهاد للصوت؟ طبعا هو الابيوز فويس او الاستعمال الخاطئ للصوت. ومعظم ناس كتيره طبعا عندهم ما بيعرفش ازاي يتعامل في صوته، فبيزعق كتير. ده ما فيش مشكله، ده بنسميه احنا فويس تروما، يعني بيبقى حصل التهاب للاحبال الصوتيه نتيجه الابيوز فويس، الاستعمال الخاطئ، ودي ده بتبقى بسيطه وبيبقى علاجها سهل. يعني ايه بقى علاجها؟ اول حاجه انه فويس ريست. اول حاجه يعني دايما اول حاجه نقول له فويس ريست من فضلك. يعني دايما بنلاقي اللي عنده المشكله دي بيعمل ايه بقى يا دكتور؟ اللي ايه بيتكلم كده، يعني هل فويس ريست معناها انه ما يتكلمش تماما لغايه ما صوته يرجع تاني؟ لا، شوفي، وتعريف الفويس ريست يعني ايه؟ ريح الصوت، يعني زي اي حاجه التهبت فمن فضلك ريح. اكتر مجهود بيعمله المتحدث، يعني لو كان مثلا بيتكلم في التليفون لفترات طويله، يعني هو بيكسبريس كل حاجه عن طريق الفويس. تمام. طب مش قدامي الشخص عشان اكسبريس ماي سيلف، بنقول له اول حاجه عبر يعني بالظبط. فاول حاجه بالنسبه للتليفون، لو سمحت من فضلك ما فيش مكالمات تليفونيه يوم او يومين عشان الدنيا تهدى شويه. جميل. وبعدين ما تزعقش كتير الارشادات بقى. طب دكتور محمد، دايما لما حد يجي له البحه دي او يحصل حشرجه في الصوت او الصوت يتغير، يتقال له على طول اشرب حاجات سخنه، اشرب مشروبات ساخنه كتير. هل فعلا صح يعني لما اشرب مشروبات ساخنه بشكل مستمر ده بيعالج بحه الصوت، ولا ممكن يجي باثر عكسي في بعض الاحيان؟ يعني طبعا الكلمه دي عجبتني جدا، انه ممكن يجي باثر عكسي. لكن هي الفكره احنا بنقول ايه، الحاجات الدافيه او الساخنه حلوه بالنسبه او كويسه بالنسبه للالتهاب عموما، وبتحسن البلع وتحسن الصوت والكلام. ولكن احد اسباب المهمه جدا للبحه الارتجاع، مثلا ارتجاع المريء، عشان الحمض لما بيرجع في المريء ويحصل ارتجاع بيعمل التهاب في الاحبال الصوتيه. فهل هنا مثلا اقول ان انا اشرب
حاجه حامضيه لان مثلا الليمون بيحسن، فاحنا بنقول حسب الباحه جايه منين؟ السبب بتاعها ايه؟ السبب بتاعها ارتجاع مثلا، ما اقولش للمريض لا اشرب ينسون واشرب زنجبيل زي ما بيعملوا، لا طبعا الدكتور بقى هنا اللي بيحدد، الطبيب هو اللي بيحدد لي السبب ايه بالظبط، عشان انا لازم اروح للدكتور. بالظبط لازم يروح للدكتور. طيب دكتور، في بعض المهن بتحتاج ان صوتك يبقى مرتاح وكويس، زي احنا شغلانتنا المغني المدرس، في بعض المهن بتبقى محتاج صوتك بتستخدمه كتير، هل في اغذيه معينه بتغذي الاحبال الصوتيه بتقويها يعني بتقدر انك تشتغل عليها يعني؟ يعني هو دايما الفيتامينز والمعادن مفيده في كل شيء. يعني خلينا نقول يبقى الخضروات والفاكهه مفيده في كل شيء. اوكي، ولكن هو الاهم دايما ان احنا بنحافظ على الصوت بتاعنا، بنحافظ على الاحبال الصوتيه. ما بنتكلمش دايما من يعني اقصد، لكن مفيش يعني وجبه معينه، مفيش مشروب يمكن معين؟ لا طبعا فيتامينز والمعادن مفيده في كل شيء وبس لكل حاجه يعني. هايل، نشكرك دكتور محمد حسني مدير معهد السمع والكلام السابق، كل الشكر ليك ونورتنا وصباح الخير يا مصر. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهره مع لمياء حمدين، اتفضلي لمياء. شكرا ليك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. كما بحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار. وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع. كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل. وشدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتي، وذلك لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع سيتضمن الشق الأول منه استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي بما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع. هذا وأكد مدبولي أن كل الشركات العاملة في المشروع ستكون بعمالة ومصانع مصرية. أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتوقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وذكرت المبادرة في بيان لها أن هذه الشراكة الاستثمارية تعد إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية، خاصة شبكات الطرق والمطارات والمواني وإنتاج الطاقة وغيرها. استشهد 24 فلسطينيا وجرح آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي بشارة في دير البلح، وجرى نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولة انتشال الضحايا من تحت ركام المنزل.
كما قصف طيران الاحتلال منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. هذا وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب شاطئ بحر النصيرات وسط القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا عدة قرى شمال شرق مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق القنابل الضوئية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر. وفي السياق ذاته أعلنت القوات المركزية الأمريكية أن الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي على سفينة البضائع روبي مار في 18 فبراير الجاري تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا. كانت قوات الحوثي أعلنت استهداف السفينة البريطانية روبي مار في خليج عدن بصواريخ بحرية بعدما أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة مسجلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة. أدرجت الولايات المتحدة 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء في إطار سعيها لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية والتي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات 14 قبل دخول القرار حيز تنفيذ. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن الخطوة تشكل ضربة كبيرة لعمليات تجريها روسيا في الظل على حد وصفه. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. رحب بحضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر. مصر نجحت في استضافة البطولة الإفريقية للمواي تاي اللي حضرها وشارك فيها حوالي 11 دولة من القارة السمراء. كمان كان في تواجد كبير جدا من أبطال مصر المنافسين في البطولة اللي وصل عددهم لحوالي 18 لاعب. بمشاركة 11 دولة استضافت مصر منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات لرياضة المواي تاي التي تم تنظيمها على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. الدول المشاركة هي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشيوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف. وتشهد منافسات البطولة تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع ويتنافسون على المراكز الأولى لاعتلاء منصات التتويج. وقدم الاتحاد المصري للمواي تاي الترحيب بوفود الدول المشاركة بجانب الحرص على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بهم لتوفير أوجه الراحة. على الجانب المصري يشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الإفريقية ب18 لاعبا ولاعبة، هم أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب وإسلام محمد فتحي. بالإضافة إلى اللاعبات شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندى طاهر، نهى علي ورضوى أحمد. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن البطولة. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني شايفين في التقرير دلوقتي شباب زي الفل، وشايفين بنات كمان بيشاركوا في البطولة، فحابين حضرتك توضح لينا في البداية النتائج النهائية اللي تم الحصول عليها للمراكز الأولى. عندنا 6 ميداليات ذهبية حصل عليها حصدوها أبنائنا وبناتنا امبارح الحمد لله. كانت منافسة شرسة جدا بين مصر والمغرب وتونس والجزائر وكوت ديفوار، كانت منافسة شرسة جدا.
الحمد لله قدرنا ان احنا نحصد ميداليات وترتيب كويس في البطوله الحمد لله وتعالى. 11 دولة مشاركة إفريقية، 18 لاعب مصري. عايزين نعرف مصر تاريخها في اللعبة دي، لأنه ناس كتير جدا يمكن ما يعرفوش تاريخ لعبة المواي تاي والبطولات اللي احنا حققناها قبل كده. والله الحمد لله، هو اتحاد المواي تاي اتحاد حديث العهد، أشهر سنة 2020 بقرار السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 159 لسنة 2020، وهي دي دورته الأولى كمجلس إدارة. خلال الفترة دي قدرنا نتوسع وننتشر في الكفور والنجوع والمحافظات المختلفة، وقدر الاتحاد يوسع قاعدته وقدر إن هو يكون عنده أبطال عالم وأبطال إفريقيين وأبطال عرب خلال هذه الفترة. طب حضرتك اتكلمت عن دول مشاركة في البطولة، يعني عايز أعرف مين أصعب دولة نفستنا؟ والله المغرب دولة قوية جدا، الماي تاي موجود في المغرب من السبعينات. كذلك الجزائر وتونس، طبعا الاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي موجود برضه فيهم رياضة من زمان موجودة. كذلك كوت ديفوار من الدول القوية جدا في رياضة الماي تاي. فكانت المنافسة شرسة ما بين أربع منتخبات دول، خمس منتخبات والكوت ديفوار برضه كانت منافسة شرسة، بس منتخب المغرب يعني بين عناصره لعيبه كتير عندهم خبره دوليه كبيره. بس الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه واولادنا كانوا قد المسؤوليه وقدروا ان هم ينافسوا بشراسه، وكنا مسيطرين على المباراه النهائيه معظمها كان بين مصر والمغرب. عايزين نحكي مع حضرتك اكتر عن كواليس البطوله والمشاركه المصريه، احنا شايفين في الصور مع حضرتك على الهواء يعني في ابطال وبطلات كمان، في مشاركه نسائيه مصريه قويه، كواليس الخاصه بالبطوله والاستعداد ليها. هو المنتخب الوطني المصري دخل معسكر مغلق استعدادا لهذه البطوله، خاض حوالي فتره شهر ما بين معسكر مفتوح ومغلق مع الجهاز الفني اللي احنا بنشكره، يعني الجهاز الفني قدر ان هو يعد المنتخب اعداد جيد في هذه الفتره. وكان من اسره ما يعني احنا شفناه ان ابطالنا كانوا جاهزين فنيا وبدنيا للمباريات وقدروا يؤدوا باداء عالي يعني يشرف مصر. يعني التجهيزات بقى كلمنا عنها يا فندم، يعني بتجهزوا من امتى؟ التمرينات بتبقى عامله ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك احنا دخلنا معسكر مغلق، وكان قبل منه معسكر مفتوح للاعبين تم اعدادهم من خلال الجهاز الفني للمنتخب وقدر ان هو يجهزهم بالشكل اللائق. جميل. طب استاذ محمد، انتشار لعبه المواي تاي في الشارع المصري الى اي مدى بيقبل عليها الشباب؟ ايه الاماكن والمراكز اللي بيتم التدريب فيها؟ ناس كتيره جدا ما يعرفوش تفاصيل اكتر عن اللعبه دي، لعبه المواي تاي. هي لعبه المواي تاي هي بالعربي هي رياضة الملاكمة التايلاندية، هي رياضة عريقة. أحد ألعاب الدفاع عن النفس المعروفة والمشهورة، تعتبر من أقواهم ومن أشرسهم. ولادنا وبناتنا تعرفوا عليها من خلال الفترة الوليدة اللي احنا كنا فيها دي موجودين فيها، من خلال أبطال العالم. إن مصر عندها أبطال عالم في هذه الرياضة حاصلين على ذهبيات وفضيات عالم. جاء من هنا الانتشار بتاع اللعبه، ان تم تسليط الضوء الاعلامي عليها ومن خلال التلفزيون والسوشيال ميديا، ومن هنا ابتدى الموضوع ينتشر في المحافظات وفي الكفور وفي النجوع وفي الانديه وفي مراكز الشباب والانديه الصحيه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني انا معلوماتي عن المواي تاي يمكن مش كبيره قوي، وفي ناس كتيره ممكن مش عارفه قوي ايه هي المواي تاي، فرق بينها وبين الكيك بوكسينج او الكونغ فو ايه هي؟ احنا شايفين دلوقتي في كيكس بالرجلين وبالايدين، فبتفرق ايه هي عن الكيك بوكسينج مثلا؟ طريقه الاداء، الركلات واللكمات تختلف، بالاضافه الى وجود تقنيات اكتر ما بين الكوع والركبه والكلينش، ان هي بيتم الركل بالكوع كمان، اللكم بالكوع والركل بالركبه. جميل. طب استاذ محمد، سريعا بعد الانجاز اللي احنا حققناه في البطوله الافريقيه المواي تاي، الخطوات اللي جايه، هل في مشاركات في مسابقات عالميه اكتر الفتره اللي جايه؟ احنا بعد ان شاء الله بطوله افريقيا الحمد لله انتهينا منها، ابتدى المنتخب يستعد لبطوله العالم اللي هتقام في شهر مايو. جميل. في اليونان ان شاء الله.
وكذلك منتخب الناشئين والملاعم والناشئين يجهز لبطولة العالم في شهر 8 في تايلاند. هي لعبة أولمبية يا فندم ولا مش مندرجة تحت الألعاب الأولمبية حتى الآن؟ مندرجة لكن لسه ما نزلتش جدول، اندرجت في الجدول الأخير في طوكيو كرياضة أولمبية بس لسه ما اندرجتش في جدول الأنشطة. كل التهنئة طبعا لكل الأبطال المصريين اللي حصدوا الميداليات في بطولة مواي تاي الإفريقية، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. لسه بنتكلم في الرياضة وخلونا دلوقتي ناخد جولة في الملاعب مع لميا. تفضل يا لميا. شكرا ليكي باسانت. مشاهدينا بصبح عليكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع فريق الأهلي اللي حقق الفوز على مدياما الغاني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وبالفوز ده رفع الأهلي رصيده لتسع نقط في صدارة المجموعة الرابعة ووقف رصيد مدياما عند أربع نقط في المركز الرابع. وفريق نادي بيراميدز اختتم تدريباته في الكونغو ده استعدادا لمواجهه مازيمبي في اطار مباريات دوري ابطال افريقيا. كمان اشتملت التدريبات على وحدات بدنيه وخططيه وتدريبات تخصصيه لبعض اللاعبين والتركيز على الكرات العريضه، وظهرت كمان على اللاعبين حماس كبير للمشاركه في اللقاء. الثنائي احمد ادهم حاتم عفوا وضحى هاني لاعبين المنتخب الوطني للريشه الطايره نجحوا في الصعود لنهائي بطوله اوغندا في وتاهل الثنائي الفراعنه في منافسات الزوجي المختلط بعد فوزهم على الزوجي الاوغندي بنتيجه 2-0. المنتخب المصري لرجال كرة السلة فاز على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 76-61 في أولى مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025 واللي بتستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 ولحد 25 فبراير الجاري. كمان عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب مصر للسلاح الشيش تأهل للدور ال64 الرئيسي في بطولة كأس العالم والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وده خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري. الاتحاد المصري للكيك بوكسنج أعلن إقامة بطولتي العالم وكأس العالم للشوت بوكس بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 ولحد 25 فبراير الجاري بمشاركة 90 لاعب ولاعبة من 10 دول. ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن غياب الدنماركي هويلاند مهاجم الفريق عن المباريات لفترة تمتد من أسبوعين لثلاث أسابيع وده بسبب الإصابة. وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيان أعلن أن مهاجمه الدنماركي بيعاني من إصابة عضلية. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمحمد وباسانت نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك لميا. خلونا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير عن ختام بطولة منطقة القاهرة للسكواش واللي شارك فيها أبطال اللعبة على مستوى القاهرة. ده كان في أجواء متنافسية قوية جدا ولقاءات كمان أجرتها كاميرا صباح الخير يا مصر الزميلة جيرمين إبراهيم. تعالوا نتابع مع بعض. في احتفالية بنادي الزهور اختتمت بطولة منطقة القاهرة للإسكواش فعاليتها واللي بتعتبر تاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية، وده بحضور أبطال اللعبة على مستوى المحافظة. والله احنا عندنا موسم مليء بالبطولات المناطق، عندنا منطقة الجيزة، منطقة بورسعيد، منطقة القاهرة، دي بطولة منطقة القاهرة بتعتبر من أكبر المناطق وبيجي لها اكبر عدد ممكن من اللاعبين، يعني مثلا في تقريبا بين 1500 ل 1600 لاعب ناشئ بنات وولاد، فبتبقى بطوله زحمه زي ما انت شايفه وفيها ماتشات كتير، فيها يعني منافسه شرسه جدا،
وبس الحمد لله بتبقى تطلع نتائج كويسه ان شاء الله. دارج عموما ان بطولات المناطق هي تاني اقوى بطولات في الموسم بعد بطوله الجمهوريه، تيجي رقم واحد فيهم بطولة المنطقة. الحمد لله احنا تاني موسم على التوالي بنبقى أكبر عدد اشتراك لعيبة من بداية الموسم لحد آخر. السنة اللي فاتت عملنا 1423 برواد، السنة دي 1427 بمراحل الرواد. بتيجي أهمية بطولة المنطقة لأن البوينتس ساعتها اللي اللعيب بيحصل عليها هي أكتر من البطولات الأخرى زي الأندية وما شابه، فاللعيبة بتبقى كلها متحمسة للاشتراك فيها عشان يحصل على بوينتس أعلى فيها بمجرد اشتراك. لحد الأدوار اللي بيوصل ليها لحد إن شاء الله الفاينلز يعني بيحصل على بوينتس أعلى بتساعده إن تحسين الرانك بتاعه في الاتحاد. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، احنا حاولنا السنة دي إن احنا بما إن حضرتك بتقولي فرصة للمشاركة ففعلا اللعيبة كلها بتبقى عايزة تشارك فيها، فاحنا سهلنا أو حاولنا نسهل على قد ما نقدر ترتيبات التجهيزات اللي حوالين اللعيب من جودة ملاعب، من عربية إسعاف، من دكاترة علاج طبيعي وإصابات ملاعب، حتى كان في لعيبة بيتعمل لهم سيشنز ريكفري ومساج بين الماتشات. فبتيجي من هنا أهمية بطولة منطقة القاهرة. احنا دايما بنهتم إن احنا بنبقى متواجدين في كل البطولات الرياضية، واحنا مش أول مرة نبقى متواجدين في البطولة. احنا اول حاجه فكرنا فيها طبعا لازم يبقى فيه عربيه اسعاف، عربيه الاسعاف تبقى يعني جاهزه للحالات الطوارئ وتبقى متواجده طول فتره البطوله. تاني حاجه احنا برده عملنا يوم 1 مارس هيبقى ان شاء الله في فرع مدينه نصر، هيبقى فيه كشوفات مجانيه لكل المتواجدين في البطوله. طبعا دي بطوله من البطولات المهمه جدا، بطولات المنطقه بيبقى عندنا في يعني منها عدد قليل جدا، طبعا بتديله ثقه كبيره لان فيها كل اللعيبه الكبار اللي في سنه لازم دايما بيلعبوها يبقوا مشاركين فيها بكل تركيز، فبيديله ثقه ان هو لما من كل فتره لفتره بيعمل اداء كويس ونتيجه كويسه بيتفوق عليهم، بتديله ثقه ودفعه حلوه بحيث ان هو يبقى اقرب لمشروع ان هو والحلم ان هو من سنه صغير. يعني مروان دلوقتي لسه ما تمش ال 16 سنه، فيبقى كويس جدا لو هو في سنه يبقى من اصغر الاولاد اللي هيشاركوا ان شاء الله، يعني خطوة حلوة ان هو يشارك يحاول يعني ان شاء الله السنة دي في بطولة العالم. مصطفى الحمد لله في سن صغير وصل نمرة واحدة على العالم في سن اصغر سن على مستوى التاريخ كله بعد الاخوان خان اللي هم كانوا مسيطرين على العالم طبعا من 30 سنة. فالموضوع ده عشان تحققيه لازم عايز تركيز وعايز حد باستمرار وعايز فريق عمل كامل، مش مجرد واحد شخص واحد، لا في مدرب فيتنس، في مدرب التغذية، في مدرب بتاع السكواش، في مدرب للأحمال كمان يديكي امتى وتاكلي ايه وتشربي ايه وتلعبي النهارده امتى وتريحي امتى، عندك بطولة تنزلي امتى تطلعي امتى. موضوع كبير قوي، موضوع مش سهل، وعشان تحققيه وتعملي برنامج وتنفذيه الموضوع ده بياخد وقت كتير جدا. كنت مستعد للبطولة دي عشان بصراحة كان نفسي البطولة دي عشان أوصل رقم واحد في مصر، وكنت دلوقتي مستعد على بطولة الجمهورية يا رب أخدها، بس عشان عايز بس النادي يبقى فخور بيا وباباي وأنت يكونوا فخورين بيا ومدربيني. بطولة مهمة جدا عشان برضو رانك النقط بتاعتها عالية، وبرضو ناس مش جامدين يعني اللي بلعب معاهم دول، يعني ناس كويسين بيعرفوا يلعبوا، والحمد لله إني كسبت البطولة. استعدنا طبعا تبقى تمارين قاسيه جدا من بعد المدرسه لحد اخر اليوم، يعني تمارين فيتنس وسكواش وكده. وطبعا البطوله دي مهمه جدا عشان دي منطقه القاهره ونقطها كويسه جدا، وصراحه البطوله جميله قوي. يعني البطوله دي بنحتك بالناس يعني باللاعبين اللي احنا من واحنا صغيرين مع بعض، لكن كل واحد بنشوف مين يتطور كذا وكذا، وصراحه يعني كلنا ان شاء الله عملنا حاجات كويسه جدا ويعني الحمد لله. هي طبعا بطولة مهمة لأن هي نقاطها عالية، فكنت طبعا ملتزمة في التمرين قبل البطولة، كنت بحاول يعني أنام كويس وأتمرن كويس يعني ومركزة في التمرين. طبعا البطولة كان يعني في مستويات مختلفة، والأغلبية في الماتشات الأخيرة دي بتبقى جامدة يعني، فكان محتاج مني إن أنا أكون مركزة عشان أقدر أكسب. طبعا بطولة منطقة يعني بطولة على أعلى مستوى، يعني الواحد بيتحضر لها قبلها مثلا يعني بشهر، لازم بتركز على البطولة دي إن هي بطولة نقاطها عالية وممكن بتحافظ على الرانك بتاعك، وإن شاء الله عندنا بطولة الجمهورية بعد كده فإن شاء الله خير. بتمرن كويس قبل البطولة وبنام كويس وباكل كويس عشان أعرف أجهز وأعمل أسخن كويس عشان ما يجيليش إصابة. أنا كنت جاهز جدا للبطولة، كنت الصراحة يعني مستعد ان اخد اول، بس الحمد لله يعني تالت مش وحش، وكنت بتمرن جامد وعامل اكل صحي وكل حاجة.
بطولات مختلفة بيتم تنظيمها لرياضة الإسكواش بهدف إعداد أبطال قادرين إنهم يمثلوا مستقبل مصر ويحافظوا على الصدارة في منصات التتويج. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. صراحة بحضراتكم من جديد، يعني صراحة بحضراتكم من جديد، يعني من أيام تم بدء العمل على إنشاء أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في مدينة العاشر من رمضان، واللي بتعتبر الأكبر في الشرق الأوسط. مدينة تقام على مساحة 1228 فدان، وهيكون فيها مصانع متكاملة للفصل وإعادة التدوير، ويمكن كمان التعامل مع مختلف أنواع المخلفات البلدية والصلبة ومخلفات الهدم والمخلفات الطبية. مشروع مهم جدا يا بسنت، فكرة إزاي وحول هذه المخلفات إلى قيمة مضافة للاقتصاد. مهم جدا نتعامل مع هذه المخلفات ونعالجها كأنها قيمة اقتصادية ممكن تبقى قيمة مضافة. نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المشروع وأكبر مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بشكل كبير في العاشر من رمضان. معانا على الهواء في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، منورنا وشرفنا. صباح الخير على حضرتك. أهلا بك يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين. مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، أهمية وقيمة هذا المشروع. يعني ده مشروع كبير جدا، كان حلم بالنسبة لنا. أنا عايز بس أدي فكرة للسادة المشاهدين إن ده جاب بتكليف من فخامة الرئيس للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في مصر، وزي ما حضرتك أشرتي كافة أنواع المخلفات. هذا المجمع بيقام على أكثر من 1200 فدان، متوقع إنه يخدم منظومة إدارة المخلفات لـ50 سنة اللي جاية، وبيخدم القاهرة الكبرى، يعني أساسيا الجزء بتاع القاهرة واليوبية. وفكرة المشروع بتقوم على إنشاء زي خلايا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها، يعني بنقول خلايا لإدارة المخلفات البلدية، مخلفات الخطرة اللي جاية من المصانع، المخلفات الطبية، مخلفات مهمة جدا بالنسبة لنا، مخلفات الهدم والبنى، بنتكلم على المخلفات الإلكترونية وخلافه. وفكرة المشروع بتقوم إن الدولة بتقوم بعمل البنية التحتية كاملة، ثم تطرحها للاستثمار للقطاع الخاص بتكنولوجيات على أعلى مستوى. فإحنا مع التعاون مع البنك الدولي بدأ العمل من أكثر من 3 شهور، إن شاء الله خلال 9 شهور هنكون خلصنا هذه المدينة. هي بتقع في العاشر من رمضان، وبتعتبر يعني إضافة كبيرة جدا لمنظومة إدارة المخلفات اللي بدأت في 2019. وعايز أضيف حاجة، إن هذا المشروع بيربط بين جودة الهواء وإدارة المخلفات. إحنا لما عملنا بحث مع البنك الدولي على أهم مصادر لتلوث الهواء في مصر، كانت حرق المخلفات والعوادم المركبات وخلافه. فكان فكرة المشروع ازاي نربط بين تحسين جودة الهواء بتاع القاهرة الكبرى وإدارة المخلفات بشكل رشيد. وكانت فكرة هذا المشروع ان البنك الدولي يخش بدعم كبير جدا، مشروع يعني كله بقى ب200 مليون دولار، جزء كبير منه 126 مليون دولار مخصص لإدارة المخلفات. طيب المدينة دي هي في العاشر من رمضان، هل هي بتخدم بس على القاهرة ولا على بقية المحافظات كلها؟ لا، بتخدم على القاهرة، على القليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية برضو هتبقى لها جزء كبير في هذا المشروع. وزي ما قلت ان ده هيبقى لـ50 سنة اللي جاية، لان طبعا معظم مخلفات البلدية وخلافه بتطلع من في مصر كلها. هي يعني فاهم بتطلع الناس، بس المخلفات البلدية دي اللي طالعة من البيوت والمحلات الصغيرة بالزبط. او المخلفات اللي هي العادية اللي هي المنزلية او المحلات التجارية دي بنسميها مخلفات بلدية. مخلفات الخطرة دي بتبقى جاية من العمليات الصناعية. مخلفات طبعا الطبية اللي احنا عندنا مستهلكات يعني الطبية، طبعا دي مهمة جدا جدا لانها بتبقى مخلفات خطرة عايزة معالجة يعني معينة بتكنولوجيات عالية. ودي فكرة المشروع، ان احنا الدولة بتتخرج من إدارة المنظومة، بتحط بس البنية التحتية على أعلى مستوى
وبتجذب بقى استثمارات أجنبية أو مصرية تقوم بها عملية التدوير وخلافه. دكتور علي، حضرتك أشرت أنه في جانب بيئي طبعا مهم جدا، تحسين جودة الحياة، تحديدا تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى ومحافظة القليوبية، إلى جانب البعد البيئي في بعد اقتصادي، يعني مشروع زي ده ليه مردود اقتصادي مهم جدا. أنا بشوف دول كبيرة في العالم بتشتغل على إعادة تدوير المخلفات وبتبقى جزء مهم جدا من اقتصادها، فحابين نتعرف من حضرتك على الجانب والمردود الاقتصادي للمشروع ده. ده سؤال ممتاز جدا، لأن فكرة المشروع زي ما حضرتك أشرت ليس الجزء البيئي فقط، ولكن إزاي إن احنا نقدر نستفيد من هذه المخلفات في عمليات أو إقامة مصانع للتدوير. فالجزء الاقتصادي في هذا المشروع بيقوم على إن أنا بدي هذه الأماكن أو البنية التحتية للقطاع الخاص بحاجة اسمه DBO أو نظام اللي هو إنه يصمم ويشغل ويجيب التكنولوجيا. وطبعا أي منتجات بتطلع من هذه التدوير بيكون لها مردود كبير جدا. على سبيل المثال لو بنتكلم على المخلفات الإلكترونية، احنا في مصر بنوصل لمرحلة ان احنا عملية تقطيع لهذه المخلفات، ولكن ممكن انا استخرج منها ذهب وخلافه. فاحنا بندعو بقى الشركات ان نجمع لها هذه المخلفات ويتم عملية اكتر بس من موضوع التقطيع، ان هو يخش في مرحلة التدوير والانتاج، وطبعا ده بيمثل قيمة اقتصادية عالية جدا جدا. فطبعا الجزء الاقتصادي جزء هام جدا، وبيقوم عليه فكرة هذا المشروع اللي هو بيسموه البيزنس موديل، يعني ازاي ان انا اقدر اقيم صناعات وتكون برضو محل تشغيل عماله وتصدير وخلافه. طب ايه الخطط لاستدامه المشروع عشان ينجح على المدى الطويل؟ الخطه الاساسيه ان احنا تخرج الدوله زي ما قلنا من عمليه الاداره، ولكن بيبقى دورها الاساسي هو ان هي بتنسق، بتحط التشريعات، بتراقب، وبتخلي القطاع الخاص اللي هو القادر على انه يدير هذه المشروعات. احنا طبعاً عندنا شركات خاصه يعني شغاله في الموضوع ده بشكل كبير وناجحه جدا، كبيره كمان. بالظبط، عندنا يعني، ولكن بندعو برضو في تكنولوجيات احنا محتاجين نجيبها لمصر زي معالجه المخلفات الطبيه، بتبقى معالجات في تكنولوجيات حديثه. فاحنا بندي الفرصه للمستثمرين ان هم يجيبوا تكنولوجيات قويه وحديثه. بنتكلم على تكنولوجيات مثلا مخلفات الالكترونيه، دي محتاجه تكنولوجيا عاليه جدا في عمليه استخراج الذهب وغيره اللي موجود في هذه المخلفات. فدي طبعا الفكره الاستدامه، ان انا احول هذا الموضوع الى بزنس موديل، الى عمليه تجاريه فيها مكسب وتقدر ان هي تستدين. فدي الفكره الاساسيه في استدامه هذا المشروع زي ما قلت، تخارج الدوله ومنحه للقطاع الخاص. ده مهم جدا، ده سؤال لحضرتك، المساحه المتاحه للقطاع الخاص، لانه في شراكه مهمه جدا ما بين الدوله والقطاع الخاص. طبعا التمويل من البنك الدولي بدايه بقيمه تصل الى 200 مليون دولار. التمويل ده ممكن يشغل هذه المدينه ازاي في المراحل الاولى، ثم فتح باب الشراكه مع القطاع الخاص، ايه الاليه اللي هتحصل؟ يعني احنا دلوقتي على سبيل المثال في موضوع المدينه، احنا خلال 9 شهور هنكون خلصنا البنيه التحتيه كلها وهتبقى جاهزه لدخول. يعني مكونه من ايه يا فندم البنيه التحتيه؟ البنيه التحتيه دي احنا لو بنتكلم على 1200 فدان، بندخل لها المرافق والاسوار وكل الميه وخلافه، يعني زي ترنكي بتجهز كل المكان بتاع المدينه، ومقسم الى اماكن وطرق، حاجه ضخمه جدا جدا، بحيث ان القطاع الخاص بيجي مش اللي هيعمله ان هو هيجيب التكنولوجيا بتاعته ويتعاقد مع الدوله او المحافظه او غيرها ويتولى هو عمليه البدء في العمل. فاحنا بنقول ان احنا في مراحل خلال سنه هتكون القطاع الخاص موجود على الارض وبيشتغل وفي كافه بقى طبعا الخلايا اللي موجوده. لكن زي ما حضرتك بتقول، هو البنيه التحتيه دي بنيه مكلفه جدا جدا جدا، شق طرق واسوار، احنا عندنا اقل سور 9 كيلو، حاطين غابه شجريه حوالين كل المكان، حاجه يعني سيت اوف ارت، يعني زي ما بتعمل في اي حته في العالم. يعني كمان خلينا نقول انه المدينه دي اكيد موجوده على ارض صحراويه، يعني بتبعد قد ايه اول منطقه سكنيه قريبة من المدينة دي؟ ده سؤال مهم جدا، لأن احنا طبعا في جهاز شؤون البيئة
لازم قبل اي مشروع ما يتعمل بيتعملوا حاجه اسمها دراسه تقييم اثر بيئي. يعني بنرفض المشروعات اللي لها محددات معينه ان هي تكون بعيده عن السكن بمسافه كبيره، واحنا يعني فيري ستريكت يعني احنا في هذا الموضوع بالذات، لنا شروط صارمه. بالاضافه ان البنك الدولي نفسه ليه شروط اقوى كمان، يعني احنا اضطرينا ناخد موافقتين، موافقه الجهه الشؤون البيئيه على المشروع موقعه، وتم برضه البنك ليه مشترطات ثانيه بيئيه لازم يتوافق عليها. فبطمن حضرتك يعني طبعا هي طبعا بعيده، هي اوروبا، هي في ظهر المنطقه الصناعيه بعيده عن العمران وعن السكن، تم اختيارها بعنايه. طرحنا كذا موقع على البنك الدولي قبل ما نبدا واترفض موقعين، واختار تم اختيار هذا الموقع بالذات. حضرتك اشرت في كلامك انه في نوعين من المخلفات، المخلفات الطبيه والتكنولوجيه، اللي هي المستهلكات الطبيه، دول محتاجين دقه في التكنولوجيا وفي التعامل مع هذه المخلفات عشان يخرجوا منها القيمه الاقتصاديه. ايه الافكار المصريه اللي طرحت في هذا المجال؟ احنا بنشوف من فتره ابتكارات وشباب بيقدم حلول ابتكارية جميلة جدا ومبدعة ومختلفة فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات. ازاي بتتواصلوا مع الابتكارات الجديدة العلمية، وازاي ممكن يبقى فيه منتج محلي او عقول مصرية تشتغل في جزئية دي؟ ده سؤال مهم جدا برضو، زي ما حضرتك اشرت ان احنا بنحاول يعني نوطن هذه الصناعة بقدر الامكان. احنا قلنا احنا هذا المجمع ميزته ان هو لكل انواع المخلفات، بنتكلم عن المخلفات البلدية، لو في حد هيقدر ياخد البلاستيكات وغيرها، ودي تكنولوجيا اوريدي معروفه في مصر وبقى فيها واشتغلنا فيها، عندنا تاريخ كتير جدا جدا زي ما حضرتك عارف. لكن في عندنا حاجات محتاجين ان احنا فعلا يعني يكون لنا فيها ابتكار، ولانها لها علاقه بالصحه زي موضوع المخلفات الطبيه، وهي مخلفات كبيره جدا، ومحتاجين ان احنا نغير تكنولوجيات بدل تكنولوجيات الحرق الى الفرم والتعقيم، ودي تكنولوجيات عاليه جدا بتمكننا من استخدام المخلفات بعد فرمها وتعقيمها، ممكن تستخدم في اغراض تانية. بنتكلم على مخلفات الكترونيه، ودي تكنولوجيا دقيقه جدا، ازاي ان انا اطلع الذهب والمعادن الثمينه. لازلنا احنا محتاجين لتكنولوجيا يعني اجنبيه تخش معانا في هذا الموضوع عشان نقدر ان احنا نتعود على هذه الاستخدام. لكن مجال الابتكار مسموح لاي، على سبيل المثال مثلا موضوع المخلفات الهدم والبنى هي اكبر بكتير جدا من مخلفات البلديه. يعني المخلفات البلديه اللي عندنا الصلبه نسبتها يعني اقل بكتير من المخلفات الهدم والبنى، لان معدل البناء عندنا عالي جدا. فصممنا لازم يكون في مصنع كبير جدا لعمليه تدوير الهدم والبنى داخل هذا المجمع. لكن احنا منفتحين، بنعمل تدريب لاي افكار تقدر ان هي تشتغل على هذا السكيل. ولا زال يعني اقول صراحه عندنا نقص في هذه الشركات التي تشتغل في مجال اداره المخلفات. نجحنا في بعض الاجزاء، ولكن لسه محتاجين اكتر يعني شركات متخصصه في هذا المجال الكبير. الهدف الرئيسي ان احنا نوصل لجوده حياه عاليه جدا، لان موضوع البيئه لا ده موضوع مهم جدا كمان، ان المخلفات دي في بعض المخلفات بيتم دفنها داخل الارض، فاحنا محتاجين كمان مش بس ان احنا يبقى عندنا شركات كبيره بتساعد في ده خاصه او حتى جذب استثمارات خارجيه، احنا محتاجين نرفع الوعي لدى المواطنين انه ازاي يعني نقلل من استهلاكاتنا، عشان في الاول وفي الاخر ما احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين في الاول وفي الاخر يبقى عندنا مسؤوليه مجتمعيه او مسؤوليه بيئيه تجاه المجتمع والبيئه اللي احنا عايشين فيها. هل بيتم او في خطه معموله عشان يتم يمكن انشاء او مساعده بعض من القطاع الخاص لانشاء شركات للعمل في هذا المجال، او جذب يمكن استثمارات خارجيه للعمل في المدينه؟ طبعا احنا ده زي ما قلت ده فكره المشروع الاساسي. احنا بنعمل عمليات تدريب ورفع وعي وشراكات مع القطاع الخاص عشان نحفزهم للاستثمار في هذا المجال الحيوي، وبنعمل برضو تدريبات للمستثمرين الصغار اللي عايزين يخشوا في هذا المجال. وزي ما حضرتك اشرت ده مهم جدا جدا، لان في النهايه احنا الهدف الرئيسي ان احنا نحسن جوده الحياه وجوده البيئه المحيطه، لان موضوع البيئه بقى مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بالصحة، مرتبط بالسياحة، مرتبط بالتصدير، مرتبط بالتصنيف السيادي حتى بتاعنا
دلوقتي اي تصنيف سيادي لاي دوله بيبقى الجزء البيئي والاداء البيئي هو جزء مكون رئيسي في هذا التصنيف. فالموضوع اكبر من انه بس يعني حمايه البيئه، ولكن لها علاقه بالاقتصاد بالسياحه بغيره. وهذا المجمع بيخدم هذه الاهداف التنمويه على زي ما قلت 50 سنه اللي جايه. جميل. اختيار الموقع في العاشر من رمضان، وده اختيار مع بالتنسيق مع البنك الدولي، هل بيخدم فقط محافظه القاهره الكبرى والقليوبيه، ولا كمان ممكن يبقى فيه خدمه لمحافظات الجمهوريه، خصوصا انه في مخلفات صناعيه وبلديه وغيره من مختلف المحافظات؟ ازاي ممكن التنسيق عشان يكون هذا المكان هب يعني زي ما بيقولوا كده، او صح، مجمع لكل مخلفات الجمهوريه؟ صح، انا عايز بس اقول ده يعني ده سؤال ممتاز جدا، يعني لان احنا كانت الفكره ان احنا حتى البنك الدولي على فكره ده اول مشروع بيقوم البنك بيه من نوع على مستوى العالم، وعايزين ياخدوا الموديل ده لمصر يكرروه في دول تانية. احنا من ضمن هذا المجمع العاشر على سبيل المثال المخلفات الطبية ممكن بتيجي من المحافظات القريبة، لان الكباستي بتاعت المحافظات الاخرى ليست بهذه القدرة، فمسموح ان احنا نقدر ان احنا نستفيد من هذا المجمع للمحافظات الاخرى في انواع معينه من المخلفات، خصوصا المخلفات الخطره وخلافه. ولكن نامل ان شاء الله بعد نجاح هذا المشروع نامل ان يكون عندنا كمان مجمعات في اماكن اخرى، الصعيد وغيره. وطبعا ده زي ما قلت ده هو البنك الدولي اول مره يعمله على مستوى العالم، وكان اختيار مصر هو الاختيار الاول. هي اللي يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنشكرك دكتور علي ابو سنه رئيس جهاز شؤون البيئه. شكرا، كل الشكر ليك على تواجدك معنا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. صباح الخير. شكرا جزيلا. صباح الخير علي. المتحف القومي للحضاره المصريه، المتحف الكبير، مش بس واحد من اهم المتاحف المصريه، احنا بنتكلم على متحف عالمي بكل المقاييس بيعرض كافه الكنوز الاثريه لمصر، الى جانب العرض المتحفي كمان هو مركز علمي متكامل، مجموعة من المعامل المهمة جدا، المراكز العلمية تحت مظلة المتحف الكبير، من أهمها معامل حفظ وحماية وترميم الأثر. مؤخرا كمان شهد المتحف افتتاح مجموعة من المعامل البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة، فإيه هي حكاية المعامل دي؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور، أهلا بيكم. تكلمنا عن أهمية افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة، يعني إيه هي التحاليل الدقيقة دي وإزاي ممكن تعود بالنفع على المتحف؟ طيب المعامل في المتاحف بتبقى نوعين، يا إما معامل خاصة بالترميم يا إما معامل خاصة بالأشياء العلمية. الترميم المتحف القومي للحضارة المصرية عنده مجموعة من المراكز أو المعامل الخاصة بالترميم ودي شغالة. ما تم افتتاحه هو 13 من 15 متحف معمل علمي. معمل علمي يعني على سبيل المثال الدي ان ايه بتاع المومياوات او بعض اللي احنا بنلاقيها، هل بنعرف ده ملك منين، بنين مين اخو مين، مين ابن مين؟ هذه المعامل بتكون بهذا الكلام. في اجهزه متطوره بتقدر تخلي العينه اللي هي تم اكتشافها من الاف السنين لما اجي احللها دلوقتي، لا في اجهزه بتخليها ترجعها للوضع اللي كانت فيه باشياء علميه معينه، بضغط معين، بحراره معينه، ترجعها للواقع اللي كانت فيه، وبالتالي اقدر احللها كما كانت في ذلك الوقت. فالمعامل العلميه بتخلينا نعرف حاجات كتير قوي، واللي عايز اضيفه ان المعامل العلميه دي مش بس بتشتغل على الاثار، ولكن ممكن تشتغل على العينات اللي موجوده دلوقتي. صحيح. وبالتالي كان في الافتتاح معانا كثير من ممثلي الجهات العلميه و في الدوله زي على سبيل المثال اكاديميه البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وهيئه الجمارك والانتاج الحربي وهيئه الرقابه على الصادرات والواردات. ليه؟ لان في تعاون، هذه الهيئات بتحتاج ان هي
تحلل عينات عندها، وبالتالي المتحف القومي بيقدم. واحنا الحقيقه دكتور احمد عندنا كوادر علميه يعني رائعه جدا وعظيمه جدا في هذا المجال. حابب اسال حضرتك، معمل للدي ان ايه الحمض النووي، معمل كمان للنباتات الاثريه، ازاي ده ممكن يكشف لي بعض الحقائق التاريخيه عن فترات عشناها في الحياه المصريه القديمه، عن اسباب او سر وفاه بعض الملوك، الفراعنه، انتشار بعض الامراض في حقب زمنيه معينه في التاريخ المصري القديم؟ يعني العلم ده ازاي ممكن يديني حقائق تاريخيه جديده؟ حضرتك زي عشان نبسط للساده المشاهدين، لما بيبقى في مشكله في النسب بتاع شخص ما بيطلبوا تحليل دي ان ايه، ما بال بقى ان احنا عندنا بعض الملوك والملكات وبعض المومياوات اللي احنا بنكتشفها ما احناش عارفين دي تتبع مين، او احنا شاكين ان هي من عائله او من سلاله معينه، وبالتالي هذا المعمل قادر على ان هو يكشف من خلال تحليل الدي ان ايه لهذه الهياكل العظميه وهذه المومياوات الوضع بتاعها. بالاضافه لزي ما حضرتك تفضلت، في كثير من الملوك والملكات كان عندهم امراض معينه، واحنا جات لنا الكلام اللي مكتوب على المعابد او في المقابر ان هم كانوا، بس مش متاكدين، فبنقدر من خلال هذا المعمل نحن نتاكد من هذا الوضع، وبالتالي هي بتخلي قراءه التاريخ قراءه موثقه وحقيقيه بنضمن بيها صحه ما يتم عرضه من حقائق من خلال هذه التحليلات اللي بتقوم بهذه المعامل. طب ايه التحديات اللي واجهتوها يا فندم في انشاء المعامل؟ يعني وانتم بتنشئوا المعامل في اكيد تحديات واجهتكم، تخططوها ازاي وايه اللي حصل؟ طبعا لازم نقول ان المعامل دي بقالها على مدار السنين كانت موجوده، كان في مشاكل ماليه ومشاكل اداريه، لكن في الفتره الاخيره الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على هذه المعامل، يعني ما زالت التحديات موجوده في معملين تانيين اللي انا ذكرت ان هم 13 من 15 معمل، وده بسبب مشكله نقص في بعض المكونات الاساسيه وفي مشاكل في استيرادها او مع الموردين او خلافه، لكن الحمد لله تم التغلب على هذه المشاكل لغايه دلوقتي في 13 معمل، وقدرنا الحمد لله ان احنا نقوم بافتتاحهم. يعني بنشكرك دكتور احمد غنيم رئيس تنفيذي لهيئه المتحف القومي للحضاره المصريه، كل الشكر ليك يا فندم. دلوقتي ميعادنا مع حضراتكم وموجز لاهم واخر الانباء، موجز التاسعه صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعاون المشترك بين البلدين. كما بحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار. وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع. كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العملية العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل. وشدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أمام أو أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتي، وذلك لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع سيتضمن الشق الأول منه استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي بما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع. هذا وأكد مدبولي أن كل الشركات العاملة في المشروع ستكون بعمالة ومصانع مصرية.
أشهدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتوقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وذكرت المبادرة في بيان لها أن هذه الشراكة الاستثمارية تعد إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية، خاصة شبكات الطرق والمطارات والمواني وإنتاج الطاقة وغيرها. استشهد 24 فلسطينيا وجرح آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي بشارة في دير البلح، وجرى نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولات انتشال الضحايا من تحت ركام المنزل. كما قصف طيران الاحتلال منزلان شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب شاطئ بحر النصيرات وسط القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا عدة قرى شمال شرق مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق القنابل الضوئية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر. وفي السياق ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي على سفينة البضائع روبي مار في 18 من فبراير الجاري تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا. كانت قوات الحوثي أعلنت استهداف السفينة البريطانية روبي مار في خليج عدن بصواريخ بحرية بعدما أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة مسجلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة. وصل عدد من الزعماء الغربيين من بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوردين لاين إلى كييف مؤكدة على استمرار الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة. أدرجت الولايات المتحدة 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء في إطار سعيها لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية والتي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات 14 قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو إن الخطوة تشكل ضربة كبيرة لعمليات تجريها روسيا في الظل على حد وصفه. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية حلقة النهاردة، مصر امبارح كانت على موعد مع الصفقة الاستثمارية الأهم والأضخم في تاريخ الدولة المصرية. امبارح وقع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية ما بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي. طيب الصفقة دي هي الأكبر من خلال الاستثمار المباشر، جت في وقت مهم جدا. خلونا نعرف بقى تفاصيل عن هذه الصفقة والاستثمار في رأس الحكمة، أهميته إيه هو ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل. من ضيفنا الكاتب الكبير الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أهلا وسهلا نورتني يا فندم كالعادة. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية خلينا نتكلم عن صفقة الاستثمار الأكبر وهي صفقة رأس الحكمة، شايفها إزاي؟ هو طبعا الحقيقه انه هذه الصفقه زي ما انتم اشرتوا هي الاكبر في تاريخ الدوله، وكمان الحقيقه هي طول الوقت كنا بنتكلم على البنيه الاساسيه اللي تم وضعها على مدى العشر سنوات اللي فاتت الحقيقه، وانه عندنا ثروات طبيعيه وثروات مختلفه محتاجه افكار لادارتها. هذه الافكار في هذا الوقت بالذات في ظل انعكاسات ازمه عالميه وأموال بتخرج وأموال بتدخل وأموال بتحرك في تنافس كبير في العالم كله حوالين جذب الاستثمارات ما يسمى الأموال الساخنة. فالحقيقة أنه أي حد هيفكر أنه هو يدير الثروة هيبقى محتاج هو يوصل للثروة دي إزاي، وده اللي حققته الحقيقة البنية الأساسية على مدى السنوات اللي فاتت، وبتجيب على أسئلة كتيرة. يمكن رئيس الوزراء امبارح وهو بيتكلم على أنه الناس كانت بتتساءل ليه أنا بعمل طريق ساحلي 10 حارات أو غيره. الكلام هنا مش بس الحقيقة، ودي طبعا النقطة العاجلة في الموضوع، 35 مليار اللي هيدخلوا في شرايين الاقتصاد المصري، ده رقم كبير جدا غير مسبوق. أظن أنه هو مش بس هيعمل انتعاش وتعديل لفكرة سعر الصرف أو غيره، الجزء العاجل، لكن الجزء الحقيقي هو اللي أنا دايما بسميه أو كان الخبراء دائما يسموه أنه مصر محتاجة ممرات تنمية لإقامة تنمية حقيقية ومستدامة. القوس الغربي والساحل الغربي كان لحد سنين قليلة جدا الحقيقة ما قبل العالمين الجديدة والكلام على رأس الحكمة، كان بتكلم طول الوقت عن خطر الألغام، حرب العالمية الثانية، وإزاي الناس بتتفجر فيها الألغام دي وبتفقد جسمها أو حياتها من هذا الأمر. النهاردة دولة لما دخلت وطهرت هذا الأمر كنا بنستنى العالم يدينا هنا أو يجي هنا أو كده يستخرج الألغام، النهارده بقى في مجتمع حقيقي وثروه قابله لانك تنميها. ففكره انه التنميه ما بدات في فكره العالمين الجديده، كان طول الوقت كلام على الساحل الشمالي مهم وكل شيء ولكنه موسمي، ثلاث شهور او اربع شهور في السنه. انت بتتكلم اسكندريه موجوده، اسكندريه طبعا ازدحمت باهلها وغيره، كان لازم يبقى في امتدادات. فكره ممرات التنميه دي كانت مطلب يمكن ظهر في الفترات بعد 25 يناير وغيره، يقولوا في اراء خبراء طول الوقت الثروه دي محتاجه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في افتتاحه لاحد المشروعات الصناعيه في كفر الشيخ او غيره قال الثروات احنا ما عندناش ثروات ضخمه ولكن محتاجين افكار لان الحاجات دي تكون ثروات. فبنتكلم على مدن قابله للتوسع، قبل مدن انها تستوعب بشر وتستوعب الزياده السكانيه وكمان تفتح الباب لاستثمارات كبيره. المستثمر لما هيفكر يجي بالتاكيد هيدرس عندك بنيه اساسيه ايه، عندك طاقه ايه، عندك طرق. احنا عملناه استاذ اكرم بشكل كبير جدا، هيئنا البنيه التحتيه لجذب الاستثمارات. عايز اتوقف مع حضرتك عند المؤتمر الصحفي امبارح بالعاصمه الاداريه الجديده لدوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كان في اشارات مهمه جدا ورسائل مهمه جدا وبعض الجمل اللي عايزين نتوقف عندها مع حضرتك. يعني الحديث انه ما حدث بالامس هو نوع من الشراكه وليس بيع الاصول، لانه بنشوف كده بعض الاصوات اللي بتطلع من هنا وهناك بتتكلم ان في بيع للارض وبيع للاصول المصريه. رئيس مجلس الوزراء اكد اكتر من مره على فكره انه ما حدث بالامس هو نوع من الشراكه وليس نوع من بيع الاصول المباشر. دي نقطه في غايه الاهميه الحقيقه، لانه انت اشرت اللي هو الضخ بقى التشاؤم ولا ويعني تكريم الناس في حياتها يعني.
المنصات دي طول الوقت بتتكلم الحقيقة، وطول الوقت بيحاولوا يفهموا الناس كلام خاطئ. أولا دي مش بس شراكة، أولا الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة طرف رئيسي في هذه الصفقة. الأمر الآخر هو أنها قائمة على القوانين المصرية والدستور المصري فيما يتعلق بحق الانتفاع وإدارة الثروة وغيره. فهنا احنا بنتكلم، ما حدش يجرؤ ان هو يخالف القانون او الدستور في مثل هذه الامور. النقطه الاهم هنا هو بيع. لو انت بتبيع، هو حد هياخد الارض دي ويمشي او هياخد المشروع ويمشي؟ دي نقطه الحقيقه. طب بنتكلم في كل دول العالم، بالمناسبه طول الوقت اما حد ما بنتكلم في هذا الموضوع نقول له احنا مش بنقنعك، مش بنقنع الناس بالباطل او بنتكلم على دعايه، لا انت بتتكلم على واقع. ما بتسافر بره بتلاقي اكبر المشروعات بره والنوادي بيتنافسوا على انهم يجذبوا الاستثمارات، محدش بياخد ده وبيقول ده البرج اللي في لندن اللي في دوله عربيه عاملاه او غيره او هذا النادي، بياخده ويمشي. بالعكس هو لازم يضخ فيه استثمارات وبالتالي هو يكسب، يعني بالتاكيد كل الاطراف بتكسب. لكن فكره الشراكه وانه هذه الشراكه، اولا المستثمر لن ياتي بامواله دون ان يجد انه لديه فرصه للربح وان كل الاطراف تبقى رابحه. لكن انت ليه الافضل الصفقات هي اللي بيبقى كل الاطراف حاسين فيها ان هم ربحوا بشكل جيد؟ لو احنا هنتكلم علينا، اولا من حق المستثمر ان هو يربح طبعا، القانون المصري واضح في هذا الامر في التمليك واداره الثروه والاستفاده بشكل عام. لكن الاهم هنا هو انا هيعود عليا بايه؟ دي النقطه المهمه. انت بتتكلم على مدينه، اولا راس الحكمه فيها الجزء الغربي في العالمين او راس الحكمه، في حاجه مهمه قوي حرص على فكره المدن الذكيه والمدن الصديقه للبيئه. لانه انا مش، لانه في كلام كمان اتقال ربما محدش ياخد باله منه، ممكن يبقى المتخصصين او غيره، على فكره التغير المناخي وان انا بهدر الثروه او بضعفها. انت بتتكلم على طاقه شمسيه، على طاقه رياح في هذه المناطق، وهذه المناطق صالحه جدا، على طاقة نظيفة، على الطاقة النووية. انت بتتكلم على محطات تنقيط مية، هو الناس كانت بتقول وانا بعمل كل المحطات دي ليه؟ على إعادة حتى فكرة المجتمع القابل للمجتمعات المتسعة والعمران. دايما مصر بيستخدموا حاجتين مهمين قوي، جودة الحياة والعمران. جميل. العمران غير البنى، احنا مش بنتكلم على مشروع عقاري، بنتكلم على مدن فيها زراعة وفيها صناعة. صحيح. وفيها تواصل، في مشروعات كتيره انه بس سياحه يعني. اما يبقى في مطار دولي وبالتالي فمن كل دول العالم بيوصل ليه. مصر عندها ثروه سياحيه سواء ثقافيه او غيره ما كانتش مستغله بشكل رئيسي. السياح بييجوا في كل الحالات، بس الارقام اللي كانت بتيجي احنا نستحق قدها كم مره. وبالتالي فلما بعمل مطار دولي او بعمل هذه الطرق الضخمه اللي النهارده مخدومه جدا، او محطات توليد كهرباء او طاقه شمس وطاقه رياح وتنقيط ميه، طاقة نووية بتشغل الصناعة، بتشغل الزراعة، أولا في أراضي كتيرة جدا صالحة للزراعة. فالنقطة هنا إنه هذه المدينة اللي أنا بتكلم، هنرجع لفكرة الـ 35 مليار اللي جزء منهم هيبقى 11 مليار هتخصمه من ديونك الخارجية ويدخلوا السوق، يعني أنت بتتكلم على مضاعف. لكن كمان في 150 مليار سيتم إنفاقهم لحين إنجاز ده. كم فرصة عمل ستتوفر؟ ملايين فرص العمل، إحنا بنتكلم على ملايين فرص العالم المؤقتة والدائمة، لأن احنا في العاصمة الإدارية، في العالمين الجديدة، في غيره، دي كانت أماكن صحراء غير مستغلة على الإطلاق، وقبل ذلك كان يتم الحصول على الأراضي بشكل عشوائي أو غيره. النهاردة أصبح قيمة حقيقية لا يدفع هذا المبلغ الضخم في أرض زي دي، يبقى احنا بنتكلم على إنه بالتأكيد شايف فايدة وعائد حقيقي. فإن أنا يبقى في 150 مليار كمان هيتصرفوا لإنجاز ده، هنتكلم على مطار دولي، على كمان اهل المنطقه، ودي نقطه برضو مهمه اللي سيتم تعويضهم، وان هم هيجدوا فرصه الاولويه ليهم في هذا الامر، بالاضافه لملايين فرص العمل فنيه من مهندسين لمقاولات لغيره لعشرات او مئات المهن، الصناعه، الاسمنت، الحديد، السيراميك، دي كلها منتجات مصريه، مواسير كهرباء، كابلات، محطات توليد طاقة رياح أو طاقة شمسية، كل دي فرص عمل مؤقتة وفيها فرص عمل دائمة. ثم أما اشتغل في السياحة، كل مليون فرصة عمل، كل مليون سائح
بينتج قد ايه؟ ممكن 20,000 فرصه عمل، فاحنا بنتكلم برضه في ملايين. في هنا كمان مجتمع كامل، في تعليم، في صحه، في خدمات مختلفه، في تجاره، في بيع وشراء، في تصدير، في انتاج، في زراعه. يعني احنا بنتكلم على مشروعات كامله زي ما بقول العالمين دي، او راس الحكمه اللي شافها في لحد التسعينيات ولحد الالفيه، يعني ما كانش بيقدر يوصل لها قبل 4 أو 5 ساعات. النهارده انت بتتكلم في ساعتين من القاهره او غيره. فاللي هيروح ويدفع كل هذه الاموال، الناس تبص وتقول انه هنعمل، هنروح هذا المكان اللي هيجي من اوروبا او هيجي من غيره، لازم يبقى فيه وسائل انتقال وغيره. طب الكلام الثاني برضو، الاسئله اللي مطروحه، اللي انا بالظبط كنت عايزه اقف عند نقطه مهمه قوي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها من شويه، وهي ال 11 مليار عايزين نرد عليها. بعض الناس شافت انه ال 11 مليار دي ايه ده، طب ما دي مش فلوس هتتضخ في البلد. دوله رئيس الوزراء يمكن رد على الجزء ده وقال انه دي كانت ودائع مصر ما تقدرش ان هي تتصرف فيها. لكن النهارده احنا جزء من او ال 11 مليار دي احنا نقدر نتصرف فيها. عايزين حضرتك توضح لنا اكتر النقطه دي. طبعا ال 11 مليار دي موجوده محسوبه في الدنيا الخارجي، وبالتالي هتحصل الدنيا الخارجي اللي بيتكلم على اقساط ديون او غيره. هذه الودائع بتروح لاصحابها، هي موجوده بمثابه امانه. لكن انا النهارده بتكلم على ان هدخلها، مش بس كده هشيلها من الدنيا الخارجي، وكمان هتدخل ضمن ال 35 مليار. وبالتالي فانت بتتكلم في 35 مليار او 11 مليار كمان هيتم تسييلهم كاموال تدخل في الاموال اللي هتتصرف في انشاء هذا المشروع. فالنقطه دي مهمه جدا وواضحه اعتقد، يعني يمكن رئيس الوزراء وضحها بشكل كبير جدا، لانه دايما طول الوقت في اسئله الى اي مدى هذا الامر يجيب على الاسئله. وبعض الناس كانوا يقولوا وليه بنكتم والشفافيه، ما هو لازم الصفقات الاستثماريه كلها بين الشركات بين الناس بين الدول بتتم بشكل انه في منافسه لجذب هذه الاستثمارات الخارجيه. فكره ان انا اعمل شراكه مع حد كبير وكيانات كبيره وبضمان الدوله، الحقيقه لانه الرئيس الوزراء قال ازاي انه كان في جزء سياسي في هذا الامر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بن زايد الاثنين دعموا هذا المشروع بشكل رئيسي برضه. استاذ اكرم، بلغه الارقام او ما تم الاعلان عنه بالامس، في 15 مليار هيدخلوا الدوله بشكل مباشر مرحله اولى، بعدين 20 مليار، نتكلم على 35 مليار استثمارات على مدى المشروع الزمني تصل الى 150 مليار دولار. وفي رقم مهم جدا انه نصيب الدوله المصريه من الارباح هيصل الى 35%. بتشوف الارقام دي ازاي؟ 35% رقم كويس جدا. اولا كمان مثل هذا المشروع، اولا انت عندك مدينه العالمين الجديده، عندك راس الحكمه النهارده، فكره انه يبقى انت بتاخد من الصافي 35% ده رقم كبير جدا، مقابل هو هيدير اداره حديثه، اداره اقتصاديه، والعماله كلها والشركات كلها مصريه، يعني كل الشركات اللي هتدخل كل اللي هيشتغل هتشتغل مصريين تقريبا. اكتر من 90% شركات مصريه، سواء شركات المقاولات والانشاءات، واحنا عندنا مطورين عقاريين اعتقد اسمهم كويس، واصبحوا مش بيشتغلوا الحقيقه في مصر، بيشتغلوا في افريقيا، بيشتغلوا في دول عربيه كتيره في غيره. كمان فكره ان انت عندك خبرات في البنيه الاساسيه بالشكل، انت عندك القطار السريع او القطار الرابط بين موانئ البحر الاحمر والبحر المتوسط لاول مره. بعدين دي جزء مهم، هذه الاستثمارات وهذه المشروعات الوصول ليها، مش بس كده، كمان احنا شايفين تغيرات في العالم فيما يتعلق بطرق التجاره والطرق في اسيا وطرق في غيره، فانت لازم تبقى انت مستعد. الناس اللي كانت بتسال انا لازم ابقى مستعد لهذا الامر، وابقى مستعد ببنيه اساسيه قويه ل 20 و50 و60 سنه قادمين، مش زي الاول كان بنشتغل الحاجه لسنتين ثلاثه ونبقى بعد سنه او سنتين محتاجين نعدلها. النقطة الحقيقة اللافتة في هذا الأمر إن أنت عندنا تجارب في مصر، حتى زي مرسى علم، زي بعض المناطق اللي هو فكرة اللي احنا كنت بقول عليها خرافي، أعتقد خرافي في الكويت، فيها مطارات وفيها مساكن للناس، مجتمع كامل. يعني النقطة دي في غاية الأهمية إن أنا بتكلم فيها، إن أنا محدش بيجي ياخد الأرض دي ويمشي، وإن ده موجود في كل دول العالم. وإن أنا احنا كنا بنتكلم نفس اللي بيتكلم ده، اللي هو يقول لك ولا اموال الساخنه غير، ما هي دي الاموال الساخنه، اللي هو انت انا الاقي فرصه اكتر من اني اوديها في اوروبا او الولايات المتحده. اللي النهارده برضو بعد الحرب الروسيه اعتقد انه في تفاصيل كتيره في توزيع هذه الاموال واستثماراتها، ان انا كمان امان هذه الفلوس
وان انا بالتاكيد بحسب دراسه جدوى انا هيعود عليا قد ايه. اذا انا بنتكلم على مينا لليخوت وهذا نشاط موجود في العالم مخصص لاغنياء بدرجه معينه. احنا بنتكلم على السياحه بشكل عام درجات. في السائح اللي بيجي بيروح اليخوت او بيروح جزر الكاريبي وجزر في تايلاند وفي غيره، ده بيبحث عن درجه معينه وبينفق امواله مقابل انه يحصل على هذه الخدمه. في السائح اللي بيشيل شنطته بيجي زي ما ناس من عندنا بيروحوا اوروبا او غيره، المتوسط اللي هو لازم يلاقي انا بروح بتشجعني ليه؟ انا بتحرك بسهوله، انا بلاقي قطر اركبه. القاهره النهارده الطرق اللي اتعملت وكان دايما الناس بيتساءلوا عليها، مجموع المتحف المصري الكبير، متحف الحضارات، الاثار الاسلاميه والقبطيه والفرعونيه والاهرام وغيره، يقدر النهارده السائح بهذه الطرق وغيره خلال يوم واحد يلف القاهره ثم ياخد القطر ويروح على الغردقه في الجزء الشاطئي بيستمتع جدا، وبعد كده يروح الاقصر. فالنقطه انه مخصصه سياحه طول عمرها السياحه مخصصه لده، واللي بيروح سياحه بيروح اسبوع في السنه بيحوش له طول السنه، الاوروبيين كده وكل الناس كده، واحنا في ناس عندنا حتى لو مصيف هنا بجهز له. ففكره انه للقادرين دي نقطه مهمه. كمان رئيس الوزراء قال انه لازم يبقى فيه فئات مختلفه للاسكان، لان انا اللي هيشتغلوا دول الطبقه الوسطى اللي هيقدم الخدمات دي لازم يبقى فيه اسكان نفس اللي حصل في العاصمه الاداريه وحدائق العاصمه اللي افتتحها الرئيس منذ شهور. دي الفكره انه يبقى فيه تنوع وتعدد، ومش هفترض طول الوقت ان انا يبقى لازم عندي حاجه واحده او درجه واحده. وده اللي حصل بالمناسبه في العالمين وحصل في كل مكان. ففكره الدرجات دي وفكره ان انا اطرح اسئله والاقي اجابات عليها، هذه الصفقه الحقيقه بتجيب على كتير من الاسئله اللي كانت موجوده. من ضمن اسئله المواطن ممكن يقول لك انا هتعود عليا بايه الصفقه دي؟ يعني رئيس الوزراء قال في كلمته انه المشروع هيحقق استقرار نقدي للبلاد وكمان هيساهم في كبح جماح التضخم. فالنهارده ازاي المشروع ده بيرد؟ طبعا احنا اتكلمنا عن الاستثمارات الخارجيه وضخ مليارات الدولارات للاقتصاد المصري، لكن المواطن المصري ازاي هيحس ده بكبح جماح التضخم؟ في ثلاث أنواع من العوائد المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع. الجزء العاجل اللي قال عليه رئيس الوزراء أنه بتكلم على 35 مليار منهم 11 مليار خصما من الديون الخارجية وضخم في السوق المصري، دي نقطة. تعديل سعر الصرف والجزء الإجراءات وتسهيل، إن ده هيسهل مفاوضاتنا مع صندوق النقد ومع الاتحاد الأوروبي. ده بدأ أثره من النهاردة، من ساعة إعلان المؤتمر الصحفي، المؤسسات الدولية من امبارح بتتكلم عن تأثيره. إحنا كان الأسعار بنتكلم انعكاس لأزمة عالمية، ده صح، لكن في انفلات للأسعار ربما ليه إنه مفيش ضخ ومفيش التصدير والاستيراد، لأنه العملة الصعبة مصادرها معروفة، تحولات العبليب من الخارج، قناة السويس، العوائد البترول، التصدير، السياحة. شفنا احنا الاحداث اللي بتحصل في المنطقه وازاي اثرت على البحر الاحمر واثرت على السياحه. انا بقول ثلاث حاجات. دي النقطه الاولى، التعديل العاجل لسعر الصرف بالاضافه انه بيضخ اموال في شرايين الاقتصاد المصري. الجزء الثاني والمهم، ان انت كل المصانع اللي هتضاعف عملها زي ما قلنا، حديد، اسمنت، نقل، سيراميك، كهرباء، كابلات، كل دي هتضاعف انتاجها لحتى توفي الطلبات، عرض وطلب. النقطة الأهم بقى، إن أنت بتتكلم على تقريبا توطين عدد كبير جدا من الناس وخلق فرص عمل. كل فرصة عمل بتعني أسرة، ما بتعنيش فرد، وبالتالي فالملايين اللي هتشتغل دي زي ما بتكلم في 2 3 4 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في هذا العمل، سواء في الإنشاءات أو سواء بعد كده في هذه المنشآت اللي هتقوم. سؤال أخير أستاذ أكرم، إزاي امبارح المشهد ده بيمثل يعني شهادة ثقة في الاقتصاد المصري؟ يعني اللي شفناه امبارح ده ممكن يتكرر الفترة المقبلة، نشوف صفقات وتدفقات استثمارات أجنبية أكتر للدولة المصرية؟ يعني المشهد اللي شفناه في توقيع مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة ممكن يتكرر الفترة اللي جاية، يبقى شهادة ثقة المستثمرين وشركات مؤسسات عالمية. هو ما فيش مستثمر هيجي إلا وهو متأكد إن هو هيحقق أرباح، دي نقطة. النقطة الثانية، يمكن المؤسسات الدولية بتتكلم حتى بعض المنصات المعادلة اللي كان بيدفع لها فلوس عشان تنشر ده. لكن في نقطة إضافية كمان عشان برضو الفايدة بتاعت العوائد، إنه رئيس الوزراء قال إنه الفترة الجاية مع فترة الرئاسة الجديدة وغيره، التعليم والصحة، التعليم العالي وسوق العمل والحاجات دي
ستحظى بالإنفاق الأعلى لتطوير هذه المنظومة وربط سوق العمل بالتاج، التأمين الصحي الشامل، احنا بنتكلم على التعليم والمؤسسات التعليمية، فاحنا برضو ده جزء مهم لازم نضعه في اعتبار، باعتبار كمان ضمان مصالح الناس اللي موجودين في هذه المنطقة. فأنا أعتقد أنه صح جدا اللي انت بتقوله، أنه هو أنا عوائده المباشرة أو عوائده الغير مباشرة، بالإضافة إلى أنه رئيس الوزراء قال أنه في صفقات مختلفة، وأظن أنه في أكتر من اتفاق في أكتر من اتجاه النهاردة لو الناس بتتكلم، وتأكيدا لفكرة أن الشراكات والأموال اللي بتيجي بتبحث عن عوائد أو مصلحة أو فايدة أو وين وين سيتويشن هتبقى موجودة مع ثقة كبيرة. مصر فيها كنوز سياحية وكنوز مختلفة، مواد خام غيره، عندها أفكار، عندها كوادر، عندها عنصر الأمان، ده مهم جدا. عنصر الأمان في غاية الأهمية في دول كتيرة جدا بعد الساعة 6 محدش بيقدر يمشي فيها، ودول كبيرة يعني ومشهورة واقتصادات ضخمة مختلفة أنت عن مصر، لأن دي طبيعة الشعب المصري اللي هو برضه رئيس الوزراء وجه له الشكر، ودايما الرئيس وجه له الشكر، ودي مش مجاملات، لانه لو حد بيشوف الخريطه وحجم التحديات اللي موجوده في منطقه مصر وضمان ان الشعب المصري ده مستقر وصابر وبيتعامل وعارف انعكاسات ده وما بيسمعش هنا وهنا وعنده درجه كبيره جدا من الوعي، ده اللي بيدعم فكره، ده جزء مهم قوي بالمناسبه من ثروه مصر الحقيقيه، ان الشعب المصري قدراته والزياده السكانيه دي تتحول مع الوقت إلى إنها ثروات، حتى لو إحنا بننظمها وضرورة إنها تتنظم، لكن كمان هي تبقى ثروة. إحنا عندنا كوادر في كل شيء، عندنا مواهب في كل شيء، محتاجين نفجر ده ويبقى القدرة إن أنا بخلق فرص عمل حقيقية وتصدير، وفكرة التصدير وفكرة الكلام ده الناس كانت تقول تصدير العقار، وأنا هنصدر العقار هنبيعه هنحطه في الطيران، لا هو ده تصدير العقار، إن أنا عندي ثروات اقدر اديرها والناس توصل لها بسهوله وتتعامل. احنا دايما كنا بنتكلم يمكن كمان في الموسم اللي فات على جذب نوع مختلف من السائح في العالمين الجديده او في الساحل الشمالي، كنا بنتكلم بالتحديد عن يمكن السائح من دول الخليج العربي. بنشكرك طبعا استاذ الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع على وجودك معنا وعلى قراءتك الوفيه لمشروع وهو الاهم في تاريخ الدوله المصريه وهي مشروع راس الحكمه. كل الشكر ليك يا فندم. كل الشكر ليك استاذ اكرم، نورتنا وشرفتنا. لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. صباح الخير على حضراتكم مره ثانيه، وكل يوم بنتكلم عن حاجه جديده، عن الذكاء الاصطناعي اللي اصبح لغه العصر في كل المجالات. ومن كام يوم تم الاعلان عن ان تشات جي بي تي هتتمكن من حفظ المعلومات والبيانات الخاصه بالمستخدمين والتعامل معها كميموري او ذكريات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلام غريب شويه، وفي كمان بقى حاجه جديده اغرب، وهي متصفح البربلكسيتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي اللي اصبح مؤثر جدا. وخد عندك دي بقى كمان بقى بيهدد عرش جوجل. ليه بقى؟ لانه بيقدم خلاصات مركزه للاجابات بدل من قائمه الروابط الالكترونيه. يعني ايه الكلام ده؟ كلام يعني كتير. انا بدخل على Perplexity اكتب اللي انا عايزاه، بدل ما انا كنت بدخل على جوجل اكتب اللي انا عايز اعمل له سيرش بيطلع لي كذا رابط او كذا لينك لده باراء مختلفه او كذا ارتكل، لا انا بقى بيطلع لي هو راي واحد، هو حاجه واحده بس. هنعرف بس انت اكتر تفاصيل عن اللي بيحصل في عالم الذكاء الاصطناعي وايه الجديد وازاي ممكن احلل شخصيه واحلل بيانات في اقل من ثانيه. ثوره جديده جدا احنا عايشينها كلنا في كل يوم في كل لحظه في حاجه جديده. معانا ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر المهندس احمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي بيحصل بقى في عالم الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي بشكل كبير؟ كل شويه بنسمع معلومه جديده، بتحصل تطور، تول جديده او اداه جديده بنشوفها، ايه اللي بيحصل؟ الحقيقه هو في تقدم جديد وفي منافسه جديده. زمان كان دايما بيقال ان في منافسه ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الطبيعي البشري بتاعنا الطبيعي جدا اللي احنا بنتعامل بيه. حاليا بقى الذكاء الاصطناعي يندرج تحته منافسات جامده جدا 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 في مجال الاي تي تحديدا، والمنافسه دي بدات تكون عباره عن استثمارات
بالمليارات او يعني في استثمارات طبعا بنتكلم في ان هي معديه ال 2 مليار كمان، زي طبعا زي ما اتكلمنا اللي كانت شركه مايكروسوفت حتى كانت بدات ان هي تدعمها في شات جي بي تي طبعا. فبنتكلم هنا ان احنا عندنا في بعض الاستثمارات اللي بتكون طبعا وراها عمالقه التكنولوجيا في مجال الاي اي. طيب احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عندنا حاليا فكره جوجل او فكره محركات البحث الطبيعيه بتاعت زمان كانت على ان انا بحط الانبوت او بحط الكيورد اللي انا ببحث بيها بيبدا ان يظهر لي نتائج. حتى مع التطور السنه الاخيره ان بدا جوجل تقدم بعض الاجابات ممكن السريعه حبتين عباره عن مثلا سطرين كده بيبقوا جايد او ريفرنس ليا او مرجع ليا ان انا افهم ان جوجل يعني على الطريق الصح في ان هي تديني المعلومه الصحيحه. طبعا الشركات الموجوده حواليها قالت لك لا تعالى بقى احنا هنا يعني هنعرف جوجل ان احنا عندنا حاجات مور ادفانسد اكتر، حاجات متقدمه اكتر. وطبعا هنا احنا بنتكلم على بيربكليستي اللي هي طبعا معناها يعني حيره او ارتباك، طبعا هي اسمها يعني يمكن يكون تقيل شويه على النطق طبعا. بنتكلم هنا طبعا فكره ان احنا عندنا اسمها في حد ذاته مربك. هو اصلا يعني هي حتى هم جم يتكلموا او يسموا الشركه نفسها بالاسم ده كان الغرض ان هم بيحاولوا يعملوا صحيح فعلا وده حقيقي. الغرض طبعا من كل الكلام ده او فكره الدمج يمكن اللي حصل بين اكتر من فكره كانت موجوده الفتره الاخيره هي فكره تقديم معلومه سهله وبسيطه مبنيه على الذكاء الاصطناعي للمستخدم عباره عن تلخيص صغير جدا في من الاخر كده الاجابه اللي هو محتاجها. بنتكلم هنا عن ايه؟ بنتكلم هنا عن ميزه مثلا كانت في جوجل ان هي فكره اللينكات اللي بتكون مثلا بالظبط. يعني انا اصلا يعني كنت عايزه اسال حضرتك حاجه، انه دايما انا لما كنت انا في الجامعه مثلا بنيجي نعمل اي بحث دايما يقول لك ايه حط الريفرنس بتاعك جايب كلامك ده منين. فانا النهارده ليه هعتمد على Perplexity ده جايب لي معلومته منين؟ يعني انت وفرت لي معلومه باختصار تمام انا مقدره ده جدا، بس انا المعلومه دي جايه منين؟ حلو في جوجل انه دايما بيديك روابط كده او ارتكلز معينه مكتوبه انت بترجع لها بتعرف انه ده مثلا الصحيفه الفلانيه كاتبه ده او العالم الفلاني قال المعلومه دي. فليه الناس شايفه ان دي حاجه ايجابيه؟ طيب بيربكليستي هو احنا هنا بنتكلم على فكره تقديم المعلومه بشكل منفصل بسيط وسهل، ولكن في طبعا بيكون في مع الابديت اللي لسه موجود جديد وتحديدا حتى اللي موجود على التليفونات الاندرويد والايفون بقى موجود في الريسورسز بتاعتنا والسورسز بتاعتنا اللي احنا بدانا ان احنا يعني نستقي منها المعلومه اللي جات لنا. بمعنى ادق يعني بيدينا لينكات بتبقى موجوده فوق النتائج اللي بتكون موجوده عندي، ودي على فكره لسه موجوده في الاصدار الاخير من عندهم، لان بالمناسبه هي الشركه اصلا قائمة من 2022 وكان طبعا حصل الاستثمارات طبعا من كبار رجال أعمال على غرار طبعا جيف بيزوس اللي دفع حوالي 76 مليون دولار يمكن السنة الأخيرة دي، واللي بالتأكيد كان طبعا يعني مبلغ كبير جدا فكرة الاستثمار. عايزين نقول دفع إن هي استثمار مع الأبديت في الشركة دي طبعا ده لسه حديثا وطبعا يعني في عديد من رجال أعمال بدأوا إن هم يطرحوا بعض الأموال الكبيرة جدا في الاستثمارات من أجل تعزيز المشروع ده. الفكرة هنا إن في رجال أعمال كتير جدا بدأت يبقى عندها فكرة إن احنا عايزين يعني عايزين نكسر جوجل، وأنا بدأت ألاحظ فعلا فكرة إن جوجل طبعا جوجل احنا عارفين إن هي شركة كبيرة جدا ويمكن يعني قديمة جدا في قصة البحث كل ما يتعلق بالبحث طبعا وفكرة الميديا زي اليوتيوب طبعا اللي تملكه كل المشاريع الكبيرة دي. ولكن احنا هنا بنقول في فكرة التطوير للذكاء نفسه الذكاء الاصطناعي نفسه في ان احنا ناخد بعض الفيتشرز مثلا من المنافسين بتوعنا طبعا اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم طبعا منافسين التطبيق اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتأكيد دمج الأفكار دي في التطبيق. بنتكلم هنا كمان ان التطبيق اللي بنذكره حاليا هو عنده بعض المميزات التانية زي فكرة ان احنا ممكن نتكلم معاه ويدينا برضو بعض المعلومات الحديثه اللي معمول لها ابديت. ما هي في النقطه دي معلش عفوا المقاطعه، فكره بقى وده كلام يعني بنشوفه من وقت للتاني فكره الخصوصيه، لانه بيطلب مني ان انا اقول بيانات ومعلومات شخصيه جدا عن نفسي عن حياتي عن اسرتي عن الناس اللي بقابلهم، وبيطلب المعلومات دي تتحط عشان احصل على الملخصات المعينه او الافكار المعينه. هنا ازاي فكره حمايه الخصوصيه
في عصر بقى في شكل جديد من المعرفه، لان انا المعرفه ما بقتش مباشره زي زمان، ازاي احمي خصوصيتي ده من ناحيه، وازاي ده ممكن يضر المستخدم لتشات جي بي تي مثلا. طيب مبدئيا احنا خلينا متفقين ان الذكاء الاصطناعي او التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه كلها قايمه على فكره التفاعل ما بين المستخدم والاله. طيب كل المعلومات اللي احنا بنبدا ان احنا نغذيها هي في الاصل اصلا تعتبر كميتا داتا للمواقع دي، تبدا ان هي تتغذى عليها، تبدا ان هي تحللها، تبدا ان هي تقدم اجابه مقنعه بناء عليها. طيب خلينا برضو متفقين ان المعلومه بتاعتنا او الانبوت اللي احنا هنغذيه للاله هو تقريبا هو الدم للاله. تمام. هو الدم، وانا هنا بقول الدم لان هو تقريبا هو العنصر الاهم في كل ما يتعلق بعمليه التشغيل نفسها لكل ما يتعلق بالاله. طيب هل خصوصيتنا هنا في امان؟ انا بجزم لك يعني بالكاد يعني ان احنا ممكن نقول عليها ان هي معدومه، لان فكره معدومه. ليه بقى؟ هقول لك ليه. طبعا هم بيقولوا يعني ممكن نقول التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه دي قالت والله ان معلوماتك احنا ممكن ان حضرتك عندك بوتون ممكن تقدر تمسحها منه، تقدر تعمل ريموف، تقدر تعمل ديليت لكل ما يتعلق بالمعطيات اللي حضرتك غذيتها للاله، وبالطبع المفروض ان هي بتتمسح قدامك لو حضرتك عملت ريموف. طيب هل في الواقع يعني المشاريع الكبيره جدا اللي قايمه على المليارات دي، هل تتوقع ان احنا ممكن نكون بالسذاجه ان احنا نصدق فكره ان المشاريع دي هتاخد المعلومات اللي هي اهم حاجه عندها او اهم انبوت او اهم معطى موجود، وهي فكره المعلومه اللي بيتبني عليها كل النتائج اللي احنا بنشوفها بتكون دقيقه جدا، هل من المعقول ان النتائج دي هتتمسح؟ اعتقد الموضوع احنا كمستخدمين بنعتمد على الاخلاق المهنيه عند الشركات دي، صح؟ يعني طيب ما هو اثبتت برضو احنا عندنا طبعا موضوع هو بيحاول معلومه لفرصه اقتصاديه ويعرف يخاطب جمهور، يعني يعرف المنطقه دي فيها ايه ومحتاجه ايه متطلبات، يعني بيحولها لفرص وبشريه. ندي مثال ندي مثال، في تطبيق من التطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي كبيره بدون ذكر اسمه، انا بتكلم مع حضرتك حالا اهو، وانا اصلا مش عندي اصلا اكاونت على التطبيق ده، ولا حضرتك عندك اكاونت مثلا، ممكن استاذه بسنت معاها اكاونت على التطبيق ده. اوكي انا وحضرتك دلوقتي اتعمل لنا حاجه اسمها شادو اكاونت او اكاونت ظل، لما هنقابل استاذه بسنت تاني في نفس المكان ده الشادو بروفايل ده بدا ان هو ياخد معلوماتنا، الكلام اللي قلناه، نبرة صوتنا، وبدا يحطنا في سيجمنت كده. السيجمنت ده لما هنيجي نقعد تاني، لو فرضا احنا اتكلمنا مثلا دلوقتي على فطار، اوكي هنخلص وهنفطر مثلا في مكان الفلاني، المره الجايه هيتحل نبره صوتنا دي وتبدا ان هي يبقى في تارجت لينا ان احنا ممكن مثلا يتم مثلا توجيه بعض الاعلانات مثلا متعلقه بكلامنا اللي اتكلمناه في المحادثه الاولانيه. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان المعطيات بتاعتنا، كلامنا، كل ما يتعلق بينا هو السلعه الاهم، وهي العملة الأهم اللي بيتقاضاها كل المواقع وكل محركات البحث وكل ما يتعلق بالخدمات اللي بيتم تقديمها لينا مجانا في مقابل ان هي تتوفر لينا، فبالتأكيد عمرهم ما هيستغنوا عن فكرة زي كده. وبالمناسبة هو تطبيق يعتبر هو الأشهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وده موجود ويمكن حتى يعني له يعني أبحاث كتير جدا في الصدد ده موجودة ومتاحة. احنا عايزين نقول ايه؟ معلوماتنا وبياناتنا أهم حاجة وأهم سلعة موجودة ممكن نقدر نقدمها، فدايما نحاول نقلل خصوصياتنا اللي بيتم يعني تقديمها على طبق من ذهب لكل ما يتعلق بمحركات البحث مثلا أو بالتطبيقات. أنا حتى لو هستخدم أي تطبيق ممكن أدخل على الصلاحيات اللي التطبيق بياخدها وأقفل المايك، أقفل الكاميرا، أقفل التطبيقات اللي هي ممكن تكون تستخدم صلاحيات مش محتاجاها، يعني زي ما قلنا قبل كده تطبيق مثلا بقرأ عليه الأخبار ياخد لصلاحياته المايك ليه؟ ياخد لصلاحيات الكاميرا بتاعتي، ياخد لصلاحيات الوصول للجاليري خاص بالتليفون بتاعي، وده موجود على فكرة تطبيقات كتير جدا. جوجل بتبدأ إن هي تحذفها حتى من على متجر بلاي ستور في الفترة الأخيرة دي، تطبيقات من المفترض ان هي تطبيقات عاديه جدا، وبيتم ادراج بعض الاكواد الخبيثه من اجل طبعا يعني لم بعض المعلومات عن الناس، وبعد طبعا فكره ان احنا عندنا في التليفون بتاعنا او في معظم التليفونات حتى الاندرويد
في صلاحيه كده اسمها درو اوفر ابس، ودي خطيره جدا 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 جدا. اسمها ايه يا فندم؟ درو اوفر ابس او الرسم على التطبيقات. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا مثلا وانا بتكلم او انا تليفون سايبه اهو، جالي مكالمه، فبدا في تطبيق من التطبيقات يظهر لي مين اللي بيتصل بيا. طيب التطبيق ده ظهر فجاه ليه؟ لانه خد الصلاحيه دي. طيب انا لو مدي تطبيق تاني الصلاحيه دي وفاتح تطبيق بنكي بتعامل بيه، تطبيق بنكي بتعامل بيه وبدخل مثلا احط معلوماتي اليوزر باسورد بتوعي، هو بقى له الحق ان هو يتفرج عليه وعلى الباسورد بتاعي زي انا ما اعرفه وبتفرج عليه بالظبط. طيب ده ممكن يحصل بعديه ايه؟ بيحصل طبعا بعديه ان انا يعني بتهكر، بيحصل عليا هاكينج، ممكن كل معلوماتي دي كلها خلاص بقت مع يعني الشخص اللي هو بيحاول يعمل عليا هاك او يبتزني. طبعا في معلومات تانية ممكن تكون حساسه جدا برضه بيتم الوصول ليها، فده كله خطر جدا. احنا محتاجين نقعد معاك اكتر من كده، نعمل اكتر من فقره كمان ازاي يبقى عندنا حاله الوعي كده الالكتروني او الوعي الرقمي بيسموه كده، وعي رقمي، ازاي اتعامل مع التطبيقات دي وازاي احمي نفسي واحمي بياناتي ومعلوماتي الشخصيه. بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي، وعد كده لقاء تاني ان شاء الله مع حضرتك المهندس احمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.